يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه لتغطيه مباراه كاظمو الكويت بقبل نهائي كاس الاتحاد. انضموا لي ضيوفي الكرام الكابتن فيصل بورسلي. ابو فهد حياك الله ونمسي عليك بالخير. يا مرحبا فيك وبالمشاهدين والكابتن الغالي سالم الهذال، اتشرف بوجودي معكم. كذلك ارحب بضيفي الاخر الكابتن سالم الهذال. كابتن سالم حياك الله ومسي عليك بالخير. الله يمسيك بالنور ومسي على كابتن فيصل والساده المشاهدين، وان شاء الله نوعدهم اليوم بمباراه ممتعه يا رب. ان شاء الله باذن الله. ابو فهد اذا نروح معاك المباراه السابقه بين نادي القرين ونادي الغاسيه، شفنا القرين بعناصر الشابه ظهر بصوره مميزه، كلمنا عن المباراه اللي طافت. طبعا نادي القادسيه انا اتصور يبي يلعب مباراه مع فريق القرين على اساس انه فريق مو مستوى عالي، لكن فاجئ القرين القادسيه بالمستوى اللي لعب فيه، كان مستوى مميز. ولا ننسى القرين ايضا فاز على فريق العربي باداء مميز ايضا، رغم العربي وقتها كان ناقص محترف ثالث، بس مهما يكون يعني بالاخير فاز الفريق. القادسيه قدم مستوى، بس توقعنا يقدم مستوى افضل من المستوى هذا. لعب القرين بحكمه اكثر رغم خسارته، تركيزه على المحترفين اكثر. مومو سجل تقريبا 42 43 نقطه، كان جدا مميز، قاعد على مستوى عالي. جارد القادسية كاد أن يخسر القادسية ببعض التصرفات اللي هو روبرت لوري. مفروض يعني في أوقات الفريق يحتاجك أنك أنت تمسك الفريق، لكن سوى كذا تيرن أوفر كان راح ترجع عليه بخسارة، لكن القادسية قدر يفوز بالمباراة وكانت مباراة ممتعة جماهيرية. ممتاز كابتن سالم. المباراة السابقة لقريم والقادسية 89-82 والقادسية لنهاية الكاس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اتفق مع الكابتن فيصل بكل كلمة، ولكن روبرت كان يعني شفع له السكور اللي سجله، سكوره كان جدا عالي يمكن اكثر من 40 نقطة، وهذا خلينا نقول غطى. ولكن احنا دائما نتكلم ان المباريات اللي يفرق بالمباريات هذه اللاعبين المحليين دائما، يعني اليوم شفنا غياب الأمانة عادل السعيد، ايضا اللي هو عبد اللطيف ما كان مستواهم المطلوب، المحترفين حاولوا انه يشيلوا المباراة وهذا شيء صعب. ايضا بالمقابل القادسيه رغم التسجيل العالي اللي عند المحترف، ولكن اللي صنع الفارق بالنهايه اللي هم اللاعبين المحليين، سواء من راشد الرباح او محمد الشكلاني او ايضا من مشاركات الدخيل. لذلك يعني نشوف القادسيه تركيزه مو موجود، هذا المستوى اللي لعب في اليوم ما راح يساعدك المباراه القادمه. اليوم عندنا مباراه مهمه، يعني سواء القادسيه اذا انت حاط ببالك انك تبي الكاس، مو هذا المستوى اللي راح تقدر تاخذ الكاس. ممتاز ممتاز. ننتقل لمباراه اليوم، مباراه بين نادي الكويت ونادي كاظمه، المباراه الثانيه بالدور قبل النهائي. نطلع تقرير حول مباراه اليوم ونرجع لكم. تختتم منافسات قبل نهائي كاس الاتحاد الكويتي لكره السله عبر لقاء ناري يجمع ما بين حامل اللقب والسفير الساعي إلى استعادة توازنه وتفجير مفاجأة مدوية في وجه العميد. وعلى ذات السياق نستذكر مسيرة الأبيض التي استهلت باكتساح النصر في أولى اختباراته بالبطولة بفارق 34 نقطة، حيث شهد ذلك اللقاء تألق نجوم العميد المحليين أمثال الغيس وحمد عدنان وسهو السهو وعبد الرحمن السهو، بالإضافة إلى قائد الفريق فهد الضفيري الذين أحرزوا مجتمعين 66 نقطة من أصل 116، في حين سجلت 25 نقطة بتوقيع المحترفان يونغ وماركوس هانت، مما يمثل الانسجام الكامل ما بين المحليين والمحترفين في جميع المباريات منذ انطلاقة الموسم تحت قيادة الألماني المخضرم بيتر ماريا، الذي يمكن أن يترجم المواجهة المرتقبة إلى فوز آخر على حساب كاظمة. من جانب آخر يسعى الجانبان الفني والإداري للسفير إلى استثمار فوزهم على الصليبخات بنتيجة 99-52، فضلا عن نيلهم ثالث الدوري، مما أعطى دفعة معنوية إيجابية لنجوم العدالية الطامحين إلى استكمال المشوار نحو حصد البطاقة الأخيرة الموصلة إلى النهائي من خلال إبراز أقصى مهاراتهم تحت قيادة المدرب الأسلافكي بويان. لقاء قد يحمل في طياته محطات دراماتيكية كثيرة، إن شهدنا فكرا سلوفاكيا يغلب على الماكينة الألمانية التي لم تسقط أو تتهاوى منذ انطلاقة الموسم حتى معركة المرتقبة بنصف نهائي كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة. We'll be right back.
هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه. ابو فهد، اذا نستعرض مع الساده المشاهدين مواجهات كاظمو الكويت، طبعا هم الفريقين اللي يمثلون بطوله غرب اسيا واصل. اذا نشوف مواجهاتهم، اخر مواجهه بالدوري الممتاز 93 77، اللقاءين الاخرين من بطوله وصل قبل نهائي بطوله غرب اسيا، فارق كبير 122 79 101 87. كويت وكاظمو تقدر تقول فريقين عارفين بعض بما يكفي، التغوا يمكن من 10 ل 12 لقاء هذا الموسم. الكويت وكاظمو التغوا تقريبا 6 مرات، 4 في الدوري و2 وصل. في الدوري كان طبعا الكويت فاز في كل المباريات 93 77، مباراه ثانيه 99 75، مباراه ثالثه 96 66، مباراه الرابعه 89 83، الاثنين في وصل مثل ما تفضلت 122 79 و101 87. فريق كاظمو الموسم هذا ليس كباقي المواسم، يعني انا اشوف المواسم السابقه كان كاظمو افضل. الحين كاظمو اذا يبي يفوز في المباراه لازم يعتمد بشكل كبير على اللاعبين اللي ما قاعدين يسجلون في مستواهم الطبيعي، مثل اللاعب المميز عبد العزيز الحميدي، احمد بلوشي لاعب مميز قاعد يسجل بس يحتاج الى تسجيل اكثر. طبعا عندك محترفين ثلاثه، تشابمان، أليجا روبنسون، ليسلي، هذول ثلاثه راح تحصل منهم نقاط. عبد الله ابراهيم يحتاج يسجل اكثر، يوسف الحمد يحتاج يسجل اكثر، باقي اللاعبين يحتاجون ايضا يسجلون. لكن مشكله كاظمو تكمن في عدم امكانيه المحليين في التسجيل، وهذا اللي يفرق عنا عن الكويت. الكويت في لاعبين مميزين كثير، اتوقع اليوم محمد عدنان ما راح يلعب من الكويت. لذلك اتصور انا ان كاظمو لازم يلعب كثر ما يقدر بهدوء، في فاست بريك اخذه، ما في فاست بريك تهدي اللعب، تلعب حوالي 20 ثانيه على اساس الكويت يحب اللعب السريع. فانت لازم تلعب بطيء عشان تخلي الكويت شوي طلعه من الاسلوب اللي هو يحبه. ممتاز، استاذنكم ضيوفي الكرام، ننتقل الى ارضيه الملعب مع زميلتنا المتلقه ايمان رمضان. عندنا رساله، ايمان الكلمه لك. شكرا لك فارس الفضلي مذيعنا وضيوفنا داخل الاستوديو. حاليا معانا من نادي كاظمو عبد العزيز الفضلي، يعطيك الف عافيه. حاليا ودي تكلمنا عن مباراتكم واستعداداتكم بخصوص اليوم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم واشكر الاخوان بالاستديو على المجهود الطيب والتغطيه الطيبه اللي قاعد تقومون فيها. والله نفس ما انتم عارفين فريق نادي الكويت فريق يعني كبير، مو على مستوى الدوري، على مستوى الخليج والعرب واسيا. فاحنا ان شاء الله راح نسوي اللي اعطانا التعليمات اللي اعطانا اياها المدرب، وراح نقوم بالادوار اللي طلبها منا، وان شاء الله ان شاء الله ان الله يوفقنا ان شاء الله وتكون مباراه طيبه ان شاء الله. يعطيك الف عافيه عبد العزيز وكل التوفيق لكم ولفريقكم. حاليا معنا من نادي الكويت عزيز محمد، يعطيك العافيه ويانا اليوم. خبرنا بالضبط عن تدريباتكم وتحضيراتكم بخصوص مباراه اليوم. اول شيء يعطيك العافيه. ذاهبين دائما اي جيم يكون بالنهائي سبيشلي بالكاس، مباريات من خروج مغلوب، فلازم هم يشدون حيلهم واحنا نشد حيلنا، لان اللي يتعب على نفسه وقت الدوري راح يحاول انه يحصل اخر شيء. ذاهبين ان شاء الله، سبيشلي انهم هم راح يكونون ويانا بالفاينل 8 فنفس مجموعتنا، فلازم هم يكون هالجيم مو سهل علينا ولا عليهم ان شاء الله. باذن الله، كل التوفيق لك عزيز ولفريقك ان شاء الله. نرجع داخل الاستوديو لفارس الفضلي وضيوفه. شكرا للزميلة إيمان رمضان، نرجع لكم مرة ثانية. كابتن سالم، نروح إلى مواجهات الفريقين لهذا الموسم. مثل ما ذكرنا التغوا بأكثر من مباراة والفريقين عارفين بعض بما يكفي. طبعا صنفهم الكابتن فيصل ما قصر، ذكر السكور، يمكن مباراة واحدة اللي كان سكور متقارب، ولكن احنا قاعد نتكلم اليوم عن مباريات كاس. اليوم خلينا نقول لا تقبل القسمة على اثنين. إذا الكويت كان مستواه نفس اللي لعب مثلا خلينا نقول الجيم الثاني ضد القادسية، كان مستوى جدا سيء جدا، يعني اقول متواضع. اليوم لا ننسى ايضا غياب نجم كبير مثل محمد عدنان، يعني له خلينا نقول انسايد اوت سايد، له بصمته مع الفريق. لذلك اليوم نقدر نقول 20 نقطه من فريق الكويت راح تنقص. اليوم كاظمو خلينا نقول جريح، يقدر انه خلينا نقول يعوض الدوري اللي خسره انه بالكاس، وهو قادر على هالشيء نفس ما تفضل كابتن فيصل. احنا غياب لاعبين كبار نفس عبد العزيز الحميدي، ايضا يوسف برحامه ما شفناه. اليوم يجب تفعيل خلينا نقول عزيز ريحان، اليوم لازم نشوف فاست بريك اكثر. احمد البلوشي قادر على هالشيء، ولكن اذا وقفت خلينا نقول الاوفنس ريباوند، وهذا اللي تكلمت عنه محمد عدنان لن يكون موجود، ما يصير في اوفنس ريباوند، يجب البوكس اوت على الالالي على القادمين من الخارج، مجرد ما تحصل على الكره
تقدر انك تفعل اللاعبين صراع نفس العلي نفس عزيز ريحان، تبحث عن الفاست بريك بشكل اكبر. ايضا لا ننسى تشبمن تحت السله، تقدر انك تلعب عليه بشكل اكبر من بدايه المباراه، تحاول تحد من خطوره لالاني من خلال تلبيسه، خلينا نقول فاولين او ثلاثه بدايه المباراه، هذا راح يضيع خلينا نقول التركيز اللاعبين. ايضا اليوم اذا لعب كاظمه بشكل خلينا نقول الترانزيشن ديفنس اللي هو الزون او الماتش اب زون، احنا قاعد نشوف الكويت الامانه قاعد يعاني من هالشغله، يمكن الثلاثيات ساعات يتوفقون فيها ساعات لا، ولكن هذه نشوف اللي اكثر فعاليه ضد نادي الكويت اللي هو الماتش اب زون. ممتاز، نتمنى طبعا الشفاء الى الكابتن محمد عدنان ان شاء الله ويرجع اقوى. ابو فهد، في لقاءات سابقه شوي بعيد في البعد عن الاحصائيات التقيت فيك، ذكرت لي ان الكويت اذا تبي تفوز عليه محليا لازم تستخدم عنصر المفاجاه. اليوم عنصر المفاجاه انوجد بنادي كاظمه واستخدمه المدرب بويون، فما هو عنصر المفاجاه عند المدرب بويون لنادي الكويت؟ عنصر المفاجاه اذا اردت ان تستخدمه في المباريات اللي على بطوله سيمي فاينل فاينل او فاينل فور، لازم يكون بسيستم انت مدرب لاعبينك عليه من فتره زمنيه، وبالتالي تفاجئ الفريق اللي قدامك فيه، على اساس انه مهما صورك فيديو وحط قدام اللاعبين وشرح الديفنس والاوفنس مالك، انت قاعد تلعب شيء جديد، وبالتالي على ما يقرا المدرب الخصم السيستم مالك اللي قاعد تلعبها تشوط طاف الوقت وانت سيطرت على المباراه. انا وجهه نظري اي فريق يجب ان يكون عنده سيستمز يلعب فيه كمفاجئ للفرق الاخرى في الفاينلز والسيمي فاينل في الفاينل فور. حلو البيون اليوم. نعم. اذا كان بيستخدم بيون عنصر مفاجئ مالك، انا افضل اذا يبي يلعب مثلا ماتشاب زون، يلعب زون مفتوح، يغلق الزون اذا لاني عند الكره انسايد، لان الزون راح يعطيها سهوله في الريباوند، يعطي فاست بريك سريع، يعطي سكور مضمون. اذا ما قدرت تسجل فاست بريك راح تلعب التايم مالك 23 ثانيه 20 ثانيه وليفر، بس لازم حتى بالاوفنس لازم تلعب سهل ممتنع، لا تلعب لي بس خمسه فور اوت وان ان، تخلي تشابمان افتح تشابمان برا، اسحب لالاني الدفاع لالاني خليه يطلع برا مع تشابمان عشان يعطي ثغرات ما يخلي كاظمه يسجل انسايد سترتش بالملعب، يصير سترتش لازم يعني لازم تنوع انت، اوكي تلعب على نقاط ضعف الفريق قدامك. لا ننسى ان تشابمان ايضا قادر على تسجيل من خارج الغوص، يعني ممتاز ممتاز بالتصويب من خارج صحيح يعني. يعني ممكنك لما تعزلها عن الاوفنسيفات تفتح ايضا مثل احمد بلوشي العزيز ان البنتريشن يصير ممكن اسهل بغياب لالاني تحت السله. صحيح. كابتن سالم، نروح معاك احصائيات الكويت في المباراه الاخيره امام نادي النصر، وكانت مباراه من طرف واحد طبعا. يعني اتوقع المباراه يعني الاحصائيه واضحه، الكويت خلينا نقول فيلد جول اهم شيء اللي هو 9845، يعني صعبه اني حتى اتكلم عنها. ايضا التو بوينت 23 22 من 39 ايضا ماني عارف الاحصائيه هذه تعتبر سيئه جدا، انا ما ابي اقراها يمكن الساده المشاهدين قاعد يشوفونها على الشاشه. صحيح. لذلك احنا نتكلم عنها من النقاط اللي هو الديفنس ريباوند 31 الاسيست 22، هذا افضل ما اشوفه بالاحصائيه. ممتاز. ابو فهد، نروح معك احصائيه كاظمه امام الصديقات، وكذلك كانت المباراه من طرف واحد. كاظمه الصديقات طبعا من طرف واحد كانت المباراه، واعتقد يعني حتى الكلام في احصائيه مباراه كهذه صعب. انا يفضل ان لو متكلمين عن كاظمه المباراه الاخيره اللي قبلها وايضا الكويت اللي قبل مع القادسيه يفضل يكون افضل، بس في فرق، في فرق بالمستوى طبعا، والكويت وكاظمه مباراه لعبوا سهله فهي مرتاحين نوعا ما. ممتاز. كابتن سالم، لضيق الوقت عطنا اليوم السيناريو المتوقع للمباراه مع توقعك. اليوم للامانه مباراه صعبه، اشوف كاظمه ان اليوم راح يرمي بكل اوراقه، راح يحاول يلعب ضغط عالي على حامل الكره، راح يحاول يقلل مده الهجمه لنادي الكويت في ملعبه، وراح يستغل طبعا غياب محمد انا متاكد، ولكن احنا نفس ما تكلمت في البدايه المحك دائما على اللاعبين المحليين. اذا اليوم توفق عبد العزيز الحميدي وايضا يوسف برحامه شارك وعزيز ريحان، طبعا احمد بلوشي هو اللي فعل الامور هذه كلها، وراح نشوف مباراه يمكن راح نقول تصير صعب التخمين الى نهايتها. ممتاز. ابو فهد، على عجاله توقعك سيناريو متوقع للشوط الاول والثاني، وكذلك توقعك المباراه. اتوقع راح تكون مباراه ند بين بعضهم بعض الفريقين، راح تكون نقط مو فارق كبير حسب وجهه نظري، لكن الاختلاف راح يكون يمكن بالثالث او الرابع، لكن بالبدايه راح يكون متساوي بين الفريقين. ممتاز. شكرا لضيوفي الكرام المتواجدين معنا داخل الاستوديو. ننتقل الى ارضيه الملعب لمشاهده الشوط الاول والثاني من مباراه الكويت وكاظمه مع المعلق المتميز الكابتن وليد محارب. كابتن وليد، الكلمه لك. في الاستوديو التحليلي كابتن الملك فيصل بروسلي والكابتن سالم الهزال والمتالق دائما الفضلي فارس الفضلي في اداره الاستوديو
ونلتقي وياكم اعزائي المشاهدين، ولكم تحياتي وليد محارب القحطاني. ننقل لكم في هذا اليوم، يوم الاحد 19/5/2024، ننقل لكم قبل النهائي لبطوله الكاس. في المباراه السابقه التقى نادي القادسيه مع نادي القرين، واستطاع نادي القادسيه التاهل الى يوم الثلاثاء ان شاء الله القادم الساعه 9 راح يلعبون المباراه اللي هي النهائي. راح يقابل الفائز ما بين نادي كاظم اليوم ونادي الكويت. في اخر اربع لقاءات استطاع نادي الكويت يعني ان يفوز على نادي كاظمه في بطولة واصل وأيضا في بطولة الدوري المحلي. حكم السعودي أحمد الخميس وطاهة الحاشدي، والحكم الكويدي خالد الشمري هم من يقودون، وهم من حكام النخبة في الخليج وأيضا في الاتحاد الأسيوي، يديرون لقاءات مباريات واصل. ونشوف تشكيلة الكويت، لالاني، تركي الشمري، حمد عدنان، ماركس انتوني، وعندنا كسندر غيص، تشبمان، واحمد البلوشي، واللزلي، والفضلي، وايضا حمد العد. نشوف ان شاء الله لقاء راح لابد ان يكون هناك فائز اليوم في هذه المباراه عشان يكمل الى النهائي يوم الثلاثاء، يلاقي نادي القادسيه هجمه لنادي الكويت. الكسندر القيس دفاع ضاغط من نادي كاظمة، ماركوس انتوني، حمد عدنان يعطيها للالاني من نفس المكان، يسدد في اخر مره، وكان يعني متميز في اللقاء الاخير بهذه الثلاثيات. لزلي يعطيها للفضلي، وحلو حلو يسجلها، سجلها الفضلي، اول نقطتين لنادي كاظمة في هذا اللقاء. حمد عدنان يلعبها لكسندر الغيص، تركي الشمري يحاول يخترق، ولكن في لمس للحد الجانبي واشاره واضحه من الحكم خالد اللماس. احمد البلوشي ساحب الكره الكويتيه لحمد العلي، مخالفه المشي بالكره، قرار سليم ايضا من الحكم احمد الخميس السعودي في هذه اللقطه. الارتكاب تركي الشمري مخالفة المشي بالكرة، والأوسايد لصالح نادي الكويت. حتى الآن من سجل هو نادي كاظمة، لالاني، ماركوس انتوني، لزلي، ثلاثية من حمد عدنان، طبعا يقيب عن اللقاء محمد عدنان للإصابة، وحتى يحافظ عليه المدرب لبطولة واصل أيضا. الكرة مع حمد العلي، حمد العلي لشبمان، شبمان للزلي، الفضلي لحمد العلي، حمد العلي مع الكرة يسدد وتضيع، ياخذها للاني، تركي حمود، للاني، حمد عدنان يقول حق تركي انت فاضي ليش ما سددت. شوف شوف يعني كانت اشارة واضحة من شوف شوف يقول له شوت شوت انت فاضي لاعب شويت شوت. لسلي مع الكرة، 3-2 لنادي الكويت. الكرة باك زون لنادي الكويت، رجع الكرة من لزلي، هذا هو الحكم اليمني طه الحاشدي، وأيضا يديرها الحكم السعودي أحمد الخميس، والحكم الكويتي سالم اللي هو خالد اللماس. الكرة مع الكسندر لي حمد عدنان، مراقبه حمد العلي، كان يلعبون في نفس النادي، وتركي الشمري ثلاثيه ثانيه، الله عليك، حلو حلوه من تركي الشمري، ست نقاط الان نادي الكويت. لزلي لشبمان، حلوه يقطعها ماركوس انتوني، قطعها الساحر الكره الكويتيه حمد عدنان، وفي خطا متعمد على الكسندر القيس. خلينا نشوف الكره اللي قطعها احمد البلوشي. شوف هاي طبعا الفاول لصالح شبمان، لاعب رقم 13، في طبعا الكره ضايعه وفي رميتين. خطا متعمد
ضيعها شبمان. حتى الآن نادي كابو سجل نقطتين فقط في خلال دقيقتين في أول ربع من هذه المباراة، وهذه الرمية الثانية وسجلها حلوة 6-3 وفي أوسايد، لأن خطأ متعمد. هذا هو شبمان، لاعب طويل ما لعب بالمباراة السابقة. لزلي لشبمان أيضا، ثاني باص بالخطأ من نادي كاظمة، ترنوبر 2 في تمريرات خاطئة. الكرة مع حمد علي، يتركها لحمد عدنان لتركي، تركي لماركوس، ماركوس يحاول يبي يسدد، يلعبها لإلكسندر القيص، أيضا مخالفة المشي بالكرة. شوف ترنوبر كثير اليوم في المباراة، رقم هدوءها وعدم تواجد ايضا ضابطة الجماهير لنادي كاظم او لنادي الكويت. والكرة مع لزلي 6-3، 3 دقائق. شبمان يسدد ويسجله حلوة 6-5. تركي يعطيها الكسندر لتركي، تركي يحاول لماركوس انتوني مع لزلي، لزلي ماركوس لي تركي الشمري لماركوس انتوني، باقي 10 ثواني. والكسندر القيس ثلاثيه يسجلها حلو حلو، يسجلها في سله نادي كاظمه 9-5. لزلي شبمان ثلاثيه من بعيد ضايعه، ياخذها الكسندر القيس، هجمه خطا، خطا على الفضلي. حكم أحمد الخميس من المملكة العربية السعودية ومن حكام النخبة في بطولة الخليج واصل، وأيضا في بطولة اللي هو آسيا واصل. ماركوس أنتوني مع الكرة، ماركوس لتركي، وهناك خطأ هجومي، خطأ هجومي لصالح نادي كاظم، إشارة واضحة، إشارة واضحة. شوف الخطأ، شوف الخطأ، شوف 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 الخطأ أمامنا. شوف الآن اللي هو على لاني، على لاني الكرة، شبمان يحاول يسددها، هجمة سريعة نادي الكويت، حمد عدنان رايح على السلة، والخطوات الطويلة الجميلة من حمد عدنان يتخلص من الدفاع بكل سهولة ويسجل حلوة 11-5. أحمد البلوشي، حمد العلي يبحث عن لسلي، يسدد لسلي حلوة أيضا ثلاثية جميلة، الله عليك يا لسلي حلوة 11-8 على طول، يحاول يخلص الفرق. الكسندر القيس أيضا ثلاثية ضايعة، شبمان يعطيها لساحب الكرة الكويتي أحمد البلوشي، حمد العلي للفضلي، حمد العلي لسلي يسدد وحلو حلو، هذا يعجبني يعجبني وقوف لسلي في الهواء قبل لا يسدد، عنده تحكم جسمه شيء جميل، مهارة جميلة من لسلي. ماركوس أنتوني لإلكسندر القيس يحاول يخترق، وفي فاول على حمد العلي 11-10. تبديل عمران جوهر مكان الكسندر القيس، هذا هو عمران البديل القادم، عمران جوهر. حمد العلي لماركو اللي لاني، حمد 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 عدنان، ماجيك عدنان يسجل له حلوه ثلاثيه جميله في سله نادي كاظم 14-10، 4 نقاط الفارق الآن الربع الأول. شبمان حمد العلي للفضلي، فضلي يحاول مع للاني لأحمد البلوشي، حلوة قطعة جميلة ودنك أجمل من شبمان حلوة. هذا اللاعب لاعب لابد أن يتحرك ليخلق له فرصة، وهذا اللي سواه شبمان. وشوف شبمان يعطيها لي أحمد البلوشي 14-12 قد يتحلوى يلوى، والله عليك الله عليك الله عليك أحمد البلوشي، ولكن ما كمل، ما عليك ما عليك، كان عمل له حركة جميلة أحمد البلوشي وياخذها
يسترجع الكرة وترك تمريرة جميلة من أحمد البلوشي وضيع من لسلي وأيضا من كبمان ماركوس وخطأ على حمد العلي. على الكويت الآن خطأين على كاظمة، ثلاث أخطاء بعد هذا الخطأ، دخول لاعب رقم 27 مايكل. هذا هو مايكل، لاعب محترف كان في الان بي اي وايضا من اللاعبين المميزين اللي ضمهم نادي الكويت، ضم هذا اللاعب مكان انتوني اللاعب المحترف الامريكي مقطوعه ولكن يسيطر عليها تركي، واخر ثواني لانني ضايعه احمد البلوشي ومحاوله التعادل الان. شوف امامه حلوه للسلي وضيع ضيع الكره، والله نادي كاظمة قاعد يضيع كرات سهلة في الربع الأول حتى الآن. أحمد البلوشي لعزيز ريحان، وقف السكور على 14-12 منذ الدقيقة الخامسة تقريبا. الكرة مع ليزلي ثلاثية ضايعة لناني، مايكل يعطيها لتركي فاضي لحمد عدنان لمايكل. مايكل ايش راح يسوي مايكل؟ العمله تسديده ويتابعها لناني وهك شوت وضايعه ايضا. شوف شوف الفريقين قاعد يضيعون، فريقين قاعدين يضيعون خلال تقريبا دقيقتين ونص. عزيز ريحان ثلاثيه من بعيد ايضا ما تلمس الحلق، لناني يعطيها لحمد عدنان، حمد عدنان لناني، لحمد عدنان لناني لتركي حمود ثلاثية من نفس المكان، ولكن هالمرة ضايعة. ياخذها الفضلي لأحمد البلوشي، عزيز ريحان الفضلي، أحمد البلوشي ثلاثية من بعيد أيضا ما تلمس الحلق تلمس البرد، وهجمة تنتقل لنادي الكويت. هجمة ضايعة من الفريقين، أداء حتى الآن يعني غير مستقر في الفريقين في هذه أو في هذا الربع الأول. ويسجل مايكل أول نقطتين بعد دقيقتين ونص، 16-12. تايم اوت يطلبه مدرب نادي كاظمة، وناخذ استراحة معاكم ونشوف أجمل لقطات في هذه المباراة. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين في اخر دقيقتين و35 ثانيه من الربع الاول اللي انا اعتبره حتى الان لعب فاتر. هذه محاوله يعني تخزين الجهد للنهائي راح يكون يوم الثلاثاء. القادسيه وصل الى النهائي، القرين يلعب على المركز الثالث والرابع، الفايز من هذه المباراه راح يلعب مع نادي القادسيه في النهائي راح يكون الساعه 9، والمباراة تحديد المركز الثالث والرابع راح تكون الساعة 6 علشان يتركون فرصة لجماهير نادي القادسية الحضور بعد مباراتهم مع نادي السالمية.
في كرة القدم، والكرة لأحمد البلوشي يعطيها للشبمان عزيز ريحان. لشبمان حلوة، يحاول يختنق شبمان ويسددها على مرحلتين وسجلها 16-14. مايكل لي ماركوس أنتوني مع عبد الله إبراهيم لأتى بديل يسدد ضايعه ياخذ احمد البلوشي. والله كاظم حصل له الكثير من الفرص ولكن اضاع الكثير. عزيز ريحان رايح على السله والمست المست الساعة. قرار سليم هذا الحكم السعودي احمد الخميس، والقرار اتخذه الحكم خالد اللماش. شوف الكره شلون المست الساعه ونزلت، فتعتبر لاقيه خلاص لان المست الساعه. ما زالت النتيجة 16-14 من تقريبا دقيقة الخامسة، كانت 14-12 الآن 16-14. الفريقين قاعدين يلعبون على الراحة، والكرة مع مايكل حمد عدنان سدد ثلاثية ما تي، ترجع الكرة لأحمد البلوشي لعبد الله ابراهيم لاحمد البلوشي. عبد الله ابراهيم دقيقه وثلاثين ثانيه. شبمان عزيز ريحان يحاول مشيه تحت السله لنزلي ثلاثيه، ولكن ترجع للساحر كره الكويتيه احمد البلوشي. نزلي حلو. شوف والله اليوم يعني شبمان خارج نطاق التغطيه حتى الان. شوف ماركوس انتوني، ماركوس يحاول يعطيها لتركي، تركي في مخالفة المشي بالكرة. والله كثرت في هذه المباراة خاصة في الربع الأول، راح توصلنا إن شاء الله الإحصائية وراح نقول لكم إيش كثر الترنوفر اللي صار في المباراة. وكرة توصل لعبد الله إبراهيم، مسي على والد إبراهيم خضر متابع جيد لاعبي نادي كاظم، وحلوه لنسلي تمريره احلى من ساحر الكره الكويتي احمد بلوشي لحمد عدنان. حمد عدنان مع الكره لعمران جوهر، ماركوس انتوني، تركي لماركوس. 10 ثواني، يحاول ماركوس يخترق، يعطيها لحمد عدنان ثلاثيه ضايعه، ياخذها شبمان. 16-16 الان، آخر 26 ثانية. يحاول أحمد بلوشي يستقل الوقت عشان ما يعطي فرصة لنادي كاظمة يتقدم عليه. يحاول يسجل، يحاول أحمد بلوشي يعطيها لعبد الله إبراهيم. عبد الله إبراهيم على الميديم شات حلوة. 18-16 يتقدم نادي كاظمة، وآخر 8 ثواني. مايكل 5 ثواني، 4 ثواني، تركي حمود ثلاثية، وضيع الكرة وتوصل عند عزيز وينهيها نادي الكاظمة بتقدم 18-16. نترككم أعزائي المشاهدين مع استراحة قصيرة مدتها دقيقتين ونستكمل معاكم أحداث المباراة.
رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين ومع بدايه الربع الثاني وتقدم نادي كاظمه 18-16 و10 دقائق في الربع الثاني. حمد العلي الحمدان اتى بديل لتركي لشبمان لعبد العزيز الحميدي اللي اتى بديل ايضا لاحمد البلوشي عبد الله ابراهيم على البيس لاين. حلوه تسديده جميله من عبد الله ابراهيم وتقدم نادي كاظمه 20-16. مايكل شوف مدرب نادي كاظمه يقول حاولوا يسكرون الزون امام لاعبي نادي الكويت ولكن الثلاثيات لا تنجح في هذه التشكيله. والكره مع حمد العلي عبد العزيز الحميدي لزلي شوف شبمان مع يوسف الحمدان شبمان لعزيز الحميدي الى الخارج. هذه تقريبا رابع تمريره بالخطا لنادي كاظمه. راح نقول لكم ان شاء الله الاحصائيه للربع الاول وايضا اذا اتت الاحصائيه الربع الثاني. الكره مع مايكل يعطيها ليوسف الحمدان لكسندر مايكل مراقبه عزيز الحميدي وفي خطا على عزيز الحميدي. شوف يعني تيرن اوفر لي على نادي كاظمه. هذا هو الخطا على عزيز الحميدي. خلينا نشوف الخطا ان شاء الله واضحه. التيرن اوفر على نادي كاظمه 4 تيرن اوفر وعلى نادي الكويت 7 تيرن اوفر يعني في المباراه 11 تيرن اوفر في الربع الاول وثلاثيه جميله من ماركوس يقلص الفرق الى نقطة واحدة 20-19 لصالح نادي كاظمة. شبمان ودفاع من عمران جوهر وياخذ منه فاول. والحكم اليمني طه الحاشدي وشوف إشارة واضحة وهناك رميتين وهذا عمران جوهر. شوف والله كأنها ثلاث خطوات والله إنها ثلاث خطوات ولكن مشت وسجل شبمان 21-19. لكاظمه مايكل مع حمد العلي حتى الان يعني مباراه هادئه وتنافسيه بين الفريقين مستواها يعني ترقى الى يعني الجيد حتى الان رغم ال 11 تنوبر من الفريقين في ربع اول. عبد الله ابراهيم معاه ماركوس انتوني. عبد الله ابراهيم يحاول وياخذها منه ماركوس انتوني ولكن الحكم يحسبها جمبول والكره لصالح نادي الكويت لانه سهم الحيازه لصالح نادي الكويت. شوف الكره شوف اخذها منه ماركوس انتوني مسكها ولكن الحكم اعتبرها كره مشتركه وسهم الحيازه لنادي الكويت. وماركوس مراقبه حمد العلي الحمدان ثلاثيه من بعيد وضيع من الحمدان. حلوه شبمان لعبها تيبنج لي عبد العزيز الحميدي يعطيها لعبد الله ابراهيم. عبد الله ابراهيم لاعب مميز يعطيها لشبمان. شبمان لزلي شبمان يسدد وتضيع الكره ياخذها عمران جوهر. ماركوس مع الكره اللي هو مايكل ضيع من مايكل. حمد العلي يعطيها لعبد الله ابراهيم. هجمه سريعه لنادي حلوه يا عبد الله ابراهيم ويسجل النقطة رقم 24 مقابل 21 نادي كاظمة. خلينا نشوف الإعادة الجميلة. شوف الإعادة الجميلة. شوف الخطوات الجميلة. يورو ستيب
او يورو لايب من عبد الله ابراهيم، ونرجع معاكم اعزائي المشاهدين، خلينا نشوف لقطات ونكمل معاكم احداث المباراه. انتهى الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين، ويتبقى 7 دقائق و2 من زمن الربع الثاني، والكرة لنادي الكويت. حمد عدنان يعطيها الكسندر لحمد، حمد عدنان للكسندر الغيص، لحمد عدنان للالاني، يحاول يخترق الالاني ويمررها حلوه لماركوس انتوني، ثلاثيه من بعيد وتضيع. ما في ريباوند، ما في ريباوند للاعب نادي الكويت. دخول لاعب المحترف رقم 25 ايلوب، وحلوه من الحميدي، وياخذ فاول، فاول لصالح الحميدي، عبد العزيز الحميدي لاعب نادي القادسيه السابق ولاعب نادي كاظما. وهذا هو عمران جوهر، شوف الخطأ على عمران، شوف يعني في ضربة واضحة وقرار سليم من حكم المباراة. وعبد العزيز الحميدي يرفع سكور إلى 25-21. تضيع الرمية الثانية، 4 نقاط متقدم نادي كاظما. حلوة للالاني إلى حمد عدنان، دفاع مميز من نادي كاظما، يحاول إيقاف خطورة لاعبي نادي الكويت، ولكن لالاني تحت السلة يحاول يلف ويسددها بالشمال. حلوة حلوة من لالاني، 25-23، قلص الفارق إلى نقطتين، 6 دقائق. أحمد البلوشي، عزيز الحميدي، شبمان للوف، حلوة 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 من لوف، ثلاثية حلو. 25-23، كرة مع ماركوس انتوني، 28-23. الكسندر القيس يعطيها لي للاني، يعمل له فيك جميل، مخالفة المشي بالكرة، قرار سليم، قرار سليم الحكم طه الحاشدي، وهذا الحكم احمد الخميس من المملكة العربية السعودية، وهذا عبد الله ابراهيم. وخلينا نشوف المخالفة اللي سواها لالاني. عبد الله ابراهيم ما يتمعنا، ما عليه ما عليه، والكرة عند احمد البلوشي، رايح على السلة احمد البلوشي، في خطأ، خطأ على لالاني، لالاني يعمل خطأ لصالح احمد البلوشي، واوتسايد. شوف هذه الإعادة لخطأ أحمد البلوشي، ودفع دفع بيدك اليسار يا لالاني، وشبمان يحاول يخترق ويسدد، ولكن يسددها يا كلام، والكرة ضايعة لحمد عدنان، حمد عدنان لإلكسندر لعبد الرحمن السهو، حمد عدنان يحاول يبي يخترق على البيس لاين، حمد عدنان يعطيها لإلكسندر. باقي 8 ثواني من زمن هجمة ثلاثية من حمد عدنان، ضايعة، ما في رباوند أيضا من نادي الكويت. الكرة مع أحمد البلوشي لتشبمان، أحمد البلوشي دفاع مانتومان، يلعب نادي الكويت، يحاول يوقف خطورة نادي كاظما. لوف ثلاثية من بعيد، حلوة، عبد الله إبراهيم يقراها قراءة سليمة ويستحوذ على الكرة، يعطيها حق لوف، وتشبمان يكملها، تشبمان 30-23. عبد الرحمن السهو
سند القيس ثلاثية وضيع ضيع، يحاول ياخذها لنني، خطأ على عبد الله ابراهيم، حكم طه الحاشدي، هذا الحكم طه الحاشدي يقول طبعا اللي هو دخول في حيز اللاعب، شوف شوف عبد الله ابراهيم هو من دخل في حيز اللاعب اللي هو عزيز الفضلي، أتى بديلا لعبد الله إبراهيم، حمد عدنان سبع نقاط لصالح نادي كاظمة، عبد الرحمن السهو ثلاثية ضايعة ما هي ماشية مع نادي الكويت اليوم، شبمان يعطيها لعزيز أحمد البلوشي وضايعة من أحمد البلوشي، ماركوس أنتوني رايح على السلة، ماركوس يسجلها حلو حلو، حاول ياخذ هناك تكنيك الفاول على اللاعب، شوف في خطأ فني، هذا هو ماركوس، شوف في خطأ على تكنيك الفاول، تكنيك الفاول على اللاعب رقم خمسة اللي هو حمد عدنان، خروج حمد عدنان، دخول تركي حمود، في رميتين رمية إشارة واضحة من الحكم، رمية لأحمد البلوشي 30-25، خمس نقاط البلوشي يصنع له ست نقاط الآن لصالح نادي كاظمة، يطالب بالكرة مكان حدوث الخطأ الفني، أربعة عشر ثانية يطالب الحكم، 23 24 ثانية جديد، حجمة جديدة 24 ثانية، أحمد بلوشي للوب، لوب يحاول يسدد ويأخذها لاناني، ولاناني يعني كانت هجمة سريعة ولكن عطلها لاناني لإلكسندر، يتركها لماركوس أنتوني القائد الحاضر في هذه المباراة، لماركوس مسجل خمس نقاط فقط لإلكسندر، وضيع من لاناني، حتى الآن كاظمة أفضل أداء بوجود شبمان، وجود لوف، وأيضا هناك تبديل، دخول عزيز رمضان، خروج عبد الرحمن السهو، لوب مع الكرة، اللاعب رقم 25 محترف يصفوف نادي كاظمة، لوب مع الكرة يحاول لوب يعطيها له، حلوة لعزيز، ولكن يكملها شبمان، ويتدخل مدرب نادي الكويت بيتر شومر ماريا و يطلب وقف السقطع، لأنه قدر نادي كاظمة يفرق بثمان نقاط، ونترككم أعزائي المشاهدين مع أجمل لقطات اللي حدثت في الربع الثاني.
عدنا معكم اعزائي المشاهدين بعد ان انهى بيتر ماريا الالماني التايم اوت، والكره لنادي الكويت تحسلت نادي الكويت، ياخذها تركي يعطيها لالكسندر القيص، 8 نقاط متقدم نادي كاظمه. هل يفعلها نادي كاظمه ويقصي نادي الكويت من هذه المباراه؟ ممكن، كل شيء جايز. الاثنين يلعبون في بطوله واصل، ولكن تبغى الكلمه في النهايه للاعبين وعلى اداء اللاعبين. وعزيز الحميدي وضيعه، شوف كرات سهله تضيع، ولوف خطا لتطلع الكره اوسايد، ما هو خطا، اوسايد، اوسايد لصالح نادي كاظمه. حكم طه الحاشدي من اليمن، اشاره واضحه. احمد بلوشي تشبمان مع ماركوس انتوني، يلف ويسدد، وتسديده جميله يوسع الفرق الان الى 10 نقاط. تشبمان الكسندر القيس، تركي حمود، ماركوس انتوني الكسندر القيس، يسدد الكسندر، ما هي ماشيه مع نادي الكويت. لوف مع الكره، ون مع ماركوس انتوني، ايش راح يسوي؟ وحلوه عزيز رمضان يعمل له بلوك شوت جميل، والكره توصل للالاني. للاني بطء في هجوم نادي الكويت. الكسندر مع ماركوس انتوني مسجل حتى الان فقط 5 نقاط، ما هو سكوره ولا هو ولا لاني. الكره مع لوف لعزيز الحميدي، عزيز الحميدي مع الكره يعطيها للفضلي، ولكن يخطفها للاني طويله على ماركوس. ماركوس يسدد ثلاثيه من الكورنر، ويتدخل ايضا مدرب نادي كاظمه بطلب وقت مستقطع في اخر دقيقتين وثانيتين. شوف هذه الثلاثيه، شوف الثلاثيه الجميله اللي سجلها ماركوس انتوني، وقلص الفرق الان الى 7 نقاط. وهذا هو ماركوس انتوني صاحب الثلاثيه الاخيره. نترككم مع بعض اللقطات في هذا التايم اوت، ونعود ونستكمل معاكم احداث الربع الثاني. عدنا معكم اعزائي المشاهدين في اخر دقيقتين وثانيتين، ومدرب نادي كاظمه وايضا مدرب نادي الكويت، كل قرا ماذا حدث في خلال ال8 دقائق بالربع الثاني. كاظمه افضل، متقدم حتى الان بفارق 7 نقاط، 35-28. تشبمان احمد البلوشي بدا ايقاع اللعب شويه اسرع، والكرة مع تشبمان، احمد البلوشي ثلاثية من بعيد حلوة من لوف. لوف ياخذ الكرة ورايح يعطيها لتشبمان في اخر ثانيتين، ولكن ماركوس يعطيها مايكل، يعطيها لماركوس، تضيع من ماركوس، ياخذها لوف. ما زال نادي كاظمة افضل في الربع الثاني، وخطأ على تركي حمود. اوتسايد الآن على نادي الكويت، بلنتي، أي خطأ راح يكون جزاء رميتين بعد هذا الخطأ. في رميتين للوف، شوف هذا هو لوف. ستة وثلاثين 28، كاظمة أفضل حتى الآن في الربع الثاني.
رمية ثانية حلوة 37-28 تسع نقاط لصالح نادي كاظمة، متقدم ومتأخر نادي الكويت. تركي حمود على البيس لاين يحاول لعبها خلفية ويسجلها وياخذ رمية إضافية. تركي حمود 37-30 لنادي كاظمة. شوف شوف الفاول، شوف شوف الاختراق الجميل، وشوف الفاول على عبد العزيز الفضلي، وهناك رمية إضافية لتركي حمود الشمري. سبع نقاط تبديل لنادي كاظمة، خروج عبد العزيز الفضلي، دخول عبد الله إبراهيم، وعزيز عنده ثلاث فاولات. طبعا المدرب يحب يحتفظ فيه للربع الثالث والرابع. تركي حمود سجلها، تركي حمود ياخذها شبان، اخر دقيقه 17 ثانيه، الكره مع عبد الله ابراهيم، عبد الله يهدي اللعب يعطيها لاحمد البلوشي، مراقبه مايكل عزيز الحميدي للوف، لوف حلوه يحاول مرره لعبد الله ابراهيم، ولكن ياخذها مايكل، مايكل مع الكره، مايكل يحاول لي عزيز رمضان، تركي حمود لمايكل في اخر 12 ثانية يسجلها ولا تضيع. حتى الان غير موفق نادي الكويت في التسديدات، لا من الميديم شات ولا من الثري ثري شات، والكرة ست نقاط لصالح نادي كاظمة. عبد الله ابراهيم رايح على السلة ويكملها حلوة، لوف و 39 مقابل 31، ثمان نقاط. مايكل حتى الآن نجح مدرب نادي كاظمة إيقاف خطورة نادي الكويت في الثلاثيات وأيضا في الاختراقات. تركي حمود فاضية، تركي يعطيها لماركوس أنتوني ويقطعها منه عبد الله إبراهيم، وتطلع الكرة أوتسايد لصالح نادي الكويت. حكم أحمد الخميس من المملكة العربية السعودية ومن حكام النخبة في الخليج والبطولة الآسيوية، و 12 ثانية و 6 ثواني بس باقي على زمن حجمة نادي الكويت، لازم يخلصها خلال الست ثواني. مبينة معاكم بالساعة على اليمين، حمد لتركي حمود ثلاثية من بعيد ضايعة، ياخذها لوب يعطيها للشبمان، يبي يدنك ولكن ضايعة من شبمان، ياخذها مرة ثانية، ومايكل يسدد ثلاثية وضيع من مايكل، وينتهي اعزائي المشاهدين الربع الثاني بتقدم مستحق لنادي كاظمة بنتيجة 39-31. هناك استراحة ما بين الشوط الأول والثاني لمدة 10 دقائق، ونعود نستكمل معاكم أحداث المباراة. لكم تحياتي وليد محارب القعطان.
يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد شوط اول وثاني من مباراه الكويت وكاظمة بقبل نهائي كاس الاتحاد. طبعا تقدم نادي كاظمة 39-31. ابو فهد، مثل ما شاهدنا المباراه اخذت انطباع يعني تعتبر ممله للمشاهد، حكم ان الفريقين شوي متحفظين، السكور مو عالي، تعتبر مباراه دفاعيه اكثر ما هي هجوميه. دائما المباريات اللي تكون سيمي فاينل واحيانا الفاينل تكون ما هي ممتعه، لان كل فريق متحفظ يبي يفوز، تفكير وتركيز، وبالتالي يطلع من اسلوب الاستعراض والشو والكذا. لاحظنا نادي الكاظمة سيطر صراحة، لعب مستوى عالي، تغيير الدفاع كان له دور ايجابي، تشابمان قاعد يلعب جدا مميز كهجوم، ليسلي سجل، عبد الله ابراهيم كان له دور كبير دفاع هجوم، عبد العزيز عزيز فالح قبل الله يخرج بالاخطاء الشخصيه لعب جدا دفاع مميز مع الكسندر بالبدايه، وبعدين غير لعب مع ليسلي مع لالاني، فكان جدا دفاع قوي، وهذا اللي خلاه يقع في الاخطاء الشخصيه. وبالعكس انا مع اللاعب يدافع وتطيح في اخطاء شخصيه احسن ما تدافع. فريق الكويت ايضا احس ان اللاعبين شوي كنا لاعب مال من اللعب، يعني ما قاعد يعطون مستواهم اكثر تشبع. اكثر واحد تشوفه مميز اللي هو تركي الشمري، وكان وياه هانت ماركوس لعب جدا لعب مميز. هذا الاثنين هم اللي قاعد يشتغلون اكثر. حمد عدنان ايضا قاعد يحاول يبين اكثر. لا تنسى ايضا غياب لاعبين ايضا مهمين اثنين، محمد عدنان بالكويت ويوسف برحمة من كاظمة. يوسف برحمة ايضا فقد لاعب جدا مميز مثل محمد عدنان، خسره كاظمة اليوم مثل ما خسر الكويت محمد عدنان، لكن الى الان كاظمة مسيطر، لان كاظمة قاعد يلعب التايم، ياخذ تايم 20 ثانيه 22، ما عنده استعجال. اللي قاعد يستعجل فيها الكرات قاعد ترد عليه سكور، وهذا اللي صار في كذا كره. فانا اتصور اذا لعب بنفس الاسلوب كاظمة وحافظ على الفارق احتمال كبير انه يفوز. ممتاز. كابتن سالم، انطباعك عن الشوط الاول والثاني من المباراه؟ مثل ما متوقع، يعني كنا احنا المباراه راح تكون قويه بلا شك، نفس ما تفضلت. طبعا مباراه الكاس فيها خلينا نقول حرص اكثر، فيها تحفظ، ما في لعب هجوم بشكل كبير، ما في بحث عن فاست بريك بشكل اكبر، ولكن قاعد نشوف يعني جديه نادي كاظمة للامانه من البدايه قاعدين يحاولون انه ياخذون الليد، وهذا اللي قدروا شفناهم الشوط الاول 18-16، وايضا استمروا لغايه الشوط الثاني، وهذا شيء مهم. قدروا يلعبون على عناصر القوه عندهم، نفس ما قلنا بالبدايه لازم تركز شوي على تشابمان. ايضا تميز اللاعب اليوم عبد الله ابراهيم، شفناه خلينا نقول قاعد يسجل كرات، ناطرين طبعا عبد العزيز الحميدي ايضا يشارك تسجيل. احمد البلوشي ما كان موفق رغم خلينا نقول العقبات اللي موجوده عند نادي كاظمة، ولكن يعني كان قادر على ان يتقدم، وهذا الشيء طبعا مو مصالح نادي الكويت، لان نادي كاظمة نادي مو سهل. كان لا ننسى منافسك على المواسم اللي طافت كلها كان هو المنافس الاول لك، ولكن اليوم لا، الكويت مو بمستوى شفناه بالبدايه. حاول يعني اليوم نشوفه على مسجل لاعب تركي الشمري، سجل 9 نقاط من 3 رميات 3، ايضا خالد الغيص سجل. اليوم بدأوا بالثري بوينت ولكن ما استمر التوفيق معاهم، ما توفقوا بالثري بوينت، قدر خلينا نقول يحد من خطورتهم. لازم اتفضل الكابتن فيصل، شفنا عزيز قدر يحد من خطوره لالاني اللي خلت تشبن يصير تحت السله ويحد من اي دخول سواء من ماركس او من المحترف الثاني. ولكن اليوم عندنا خلينا نقول الشوط الثالث دائما نتكلم عنه انه المحك، اذا قدر اليوم نادي كاظمة خلينا نقول يستمر بهالعطاء او يستمر على الدفاع القوي اللي قاعد نشوفه ممكن ياخذ المباراه. والكويت يمكن اللي قاعد يردهم اليوم، وشفنا ماركس اللي على اخر مباراه اللي خلينا نقول عوض من خلال تسجيلتين ثلاثيه اللي قلص الفارق، ولكن ما اعتقد ان هذا الشيء راح يستمر، لان الكاظمة يعني طلع من الدوري يبي يحاول انه يسوي شيء بالكاس، يبي يعوض بالكاس بلا شك. ممتاز. ابو فهد، اليوم شفنا ممكن ترك دفاع نادي كاظمة، اذا لاحظ التركيز على 4 لاعبين بالهجوم، وتقدر تقول مثلا ترك لاعب واحد فاضي، يعني خلي اللاعب هذا مثلا هو اللي ياخذ الشوطه او شيء، واللاعب الخامس من نادي كاظمة يساعد على الباقي، يكون في دبل تيم او شيء، ممكن ترك سوا بيون ممكن نجح فيه دفاعيا. اتوقع انا اليوم دفاع كاظمة اشوفه غير كل مره، يعني غير مباراتهم السابقه. لا ننسى ايضا في نقطه مهمه على الديفنس، انت لازم تجرب كذا ديفنس، يعني تقدر تلعب مثلا تبتدي بريس هاف كورت، تقدر ثري كوارتر الملعب تلعب بريس، ترجع زون، ترجع ماتشاب زون، ترجع مان، وات ايفر. فلازم يكون في تغيير عشان تقدر السيطرة على حتى الدفاع، تطلع الهجوم من المود اللي فيه، تطلع من السيستم اللي فيه. اليوم اللي لاحظ كاظمة في نقطة، اليوم صارت مع كاظمة في لعب كاظمة ما صار قبل الفاست بريك الكثير،
اليوم كارما قاعد يلعب فاست بريك وايد عكس المباراه السابقه، لكن في نقطه فنيه واللي اتحكي عنها، لما الكره ياخذها تشابمان كريباوند اذا بيعطيها لبلوشي او راح يعطيها حمد العلي، لما يعطيها بلوشي وهي بالهواء لازم حمد العلي راح داخل، ما يصير يعطيها بلوشي وحمد العلي ما زال واقف في محله، اذا اعطاها حمد علي لازم بلوشي يروح داخل حق الفاست بريك. فهذه ثقافه لاعب، انت لازم اول ما يصير ريباوند الجارد القريب من الريباوندر الثاني اللي عكسه لازم يروح داخل عشان تلعب فاست بريك اكثر، لان انت قاعد تفوز اليوم ترى نجح من فاست بريك وايد، ضيع وايد فاست بريك كامل، اي ضيع فرص اي. فانت لو مسجل على الاقل النص اللي راح يمكن الحين فارق 18 15 نقطه. ممتاز. كابتن سالم قبل المباراه اعطيته افضليه نسبيه الى محليين نادي الكويت على محليين نادي كامل، اليوم تقييمك الى محليين نادي كامل بالمباراه؟ نادي كامل اليوم للامانه قاعد يشوف يمكن باستثناء عبد العزيز الحميدي اللي ما زال للامانه خارج الفورمه، اليوم وجوده مهم جدا طبعا بنقص بغياب اللاعب كابتن يوسف برحمه ايضا لاعب مميز، ولكن اليوم فهد العلي ايضا احمد البلوشي مو هذا احمد البلوشي اللي شفناه في يعني خلينا نقول يمكن نفس ما تفضلت انه قاعد ينطر الكره، هذا قاعد ياخر الهجمه، كان معاك لعب فترات معينه لعب مع عزيز الريحان، المفروض لاعب مثل عزيز الريحان المفروض تستغل وجوده بالملعب، شفناه يمكن قاعد يركض على فاست بريك ولكن ما في كره قاعد توصل للامانه، هذا التاخير خلينا نقول ما له معنى او ما له داعي بمعنى صح، انت تبحث عن فاست بريك، ولكن اليوم كاظمه قاعد يؤدون افضل، قاعد نشوف اليوم كاظمه سبع لاعبين السبع مسجلين وهذا الشيء ما كنا نشوفه بنادي كاظمه، بالمقابل نادي الكويت للامانه اليوم في اشوف تبديلات كثيره، قاعد اشوف يعني خلينا نقول عدم رضا من اللاعبين بالمده اللي قاعد ياخذونها داخل الملعب، وهذه يمكن لعبت شويه بالنفسيه، ولكن يعني احنا دائما نتكلم ان الشوط الثالث هو المحك، وطبعا نادي الكويت قادر على العوده بلا شك، ولكن هذا يعتمد على دفاع نادي كاظمه، اذا استمر الترانزيشن ديفنس يرجع بشكل سليم يحاول ياخر الهجمه كثر ما يقدر، اتوقع ان المباراه راح تستمر للنهايه كول جيم. ممتاز. ابو فهد مايكل يونغ ممكن الصفقه اللي صنفت ممكن من افضل الصفقات خليجيا، اليوم نشوفه متواجد باربع نقاط على غير المعتاد، شنو اسباب اختفاء اللاعب عند الشوط الاول والثاني من المباراه؟ جوزيفيان ما لعب بالبدايه، لعب كبنش بلاير، بعدين لما نزل حاول يسوي يعني اللي يقدر عليه، لا تنسى اللاعب يعني يفرق مباراه عن مباراه، لكن يعتبر لاعب مميز ومباريات كعده مباريات يعني اغلب مباريات لعبها مع الكويت كان مميز فيها صراحه ومكسب كبير. انا عندي ايضا نقطه كابتن فارس على موضوع الكاظمان، انا افضل يعني لما يكون بلوشي بالملعب حمد علي ما يكون بالملعب، واذا كان حمد علي بلوشي بالملعب بلوشي مو بالملعب، لان انت قاعد تنزل الاثنين صانعين العاب والاثنين انت تحتاج اللاعب الراب مثلا يكون تشابمان وياك، ليسلي وياك، بلوشي وياك، الحميدي مثلا يكون لاعب ثاني يساعدك بالطول يساعدك في الديفنس، اثنين يعطي متوسط اطوال قصير، لان حمد العلي يلعب واحد وبلوشي يلعب واحد، فانت لما تلعب حمد العلي واحد راح تجيب بلوشي اثنين واثنين، وبلوشي ما يبدع في اثنين، بلوشي مميز في واحد، بلوشي اذا تبي تحد من بلوشي وتكسر بلوشي لعب اثنين، لعب اثنين لازم تخلي واحد وتخلي حمد علي بديل للبلوشي تريحه، انا وجهه نظري. ممتاز. كابتن سالم 39 31 ثمان نقاط، ما هو الفارق الكبير عندنا بكره السله اليوم؟ حلول بيتر الالماني العوده الى المباراه بفريقه، اتوقع انه راح يبدا بدايه خلينا نقول نفس المباريات اللي يلعب فيها جديه اكبر، اليوم شفنا تبديلات كثيره، كان يحاول الظاهر انه يبحث عن شيء، لا ننسى ان نادي الكويت يعني مجهد الفتره الطويله اللي لعبوا فيها يعني ما وقفوا، فالفريق عنده خلينا نقول اكتفاء انه من كره السله، فقاعد يحاول انه يفوز بالمباراه باقل مجهود، هذا شيء طبعا صعب امام كاظمه يبحث عن لقب بالموسم هذا، لذلك راح نشوف جديه اكثر، راح نشوف التركيز على الاساسيين بشكل اكبر، راح يقدر خلينا نقول يلعبون على نقاط القوه، دائما احنا نتعودنا من نادي الكويت حاله اي يصير عنده دروب راح يبدا يلعب على نصر القوه، راح يبحث على لالاني تحت سله، ايضا راح يحاول يلعب ترانجل بجهه ماركس او حمد عدنان ولالاني، فراح يبحث عن عناصر القوه عنده راح يركز عليها بشكل اكبر. ممتاز. بلا شك طبعا الفاس بريك راح يبعد عنه. تمام. ابو فهد على الطرف الاخر نادي كاظمه بويون 39 38 متقدم على نادي الكويت بثمان نقاط، اليوم حلول بويون للمحافظه على الرن على نادي الكويت. شوف نادي الكويت سهل انه يجيب الفارق بسهوله، شوتين دخولين، يعني دائما الكويت في المباراه السابقه حتى اللي كان متاخر بسرعه يجيب الفارق بوقت قليل، فالفارق مو وايد، عنده الامكانيه، عنده الامكانيه، لكن انت شلون تحافظ على انك كمدرب كاظمه بويان شلون تحافظ على انك تكون
بالسبع نقاط واكثر، انت ما تفكر بالسبع تفكر اكثر، تهدي اللعب كثر ما تقدر، ويا الكويت ما تقدر تلعب 5 اون 5 او سرعه او يا تاخذ فاست بريك يا تموت اللعب كثر ما تقدر، لان الكويت يعشق الفريق اللي قدامه يلعب سريع لانهم يحبون الستايل هذا. صحيح. كابتن سالم ذكرت قبل المباراه غياب محمد عدنان عفوا لا اثر كبير على نادي الكويت، اليوم شلون يقدرون يعوضون غياب محمد عدنان نادي الكويت؟ بلا شك طبعا محمد عدنان اثره، وايضا شوف يعني مو هذا السكور نادي الكويت اللي تعودنا عليه، ولكن اليوم انت تملك لاعبين مثل السهو عبد الرحمن السهو، ايضا تقدر تلعب خلينا نقول بالقاردات اللي عندك، شفنا اليوم قاعد ينزل العزيز اللي هو عزيز العطيه قاعد يحاول يلعب تحت السله، اشتغل عمران ايضا تحت السله لان معد اليكس اليوم شفناه يلعب بشكل اكبر، ايضا يوسف الحمد لله، فعنده خيارات موجوده خيارات، ولكن محمد عدنان لاعب ان اوتسايد ايضا مستواه من خارج القوس يقدر يسدد، وهذا اللي خلينا نقول حق من خطوره نادي الكويت تحت السله اللي خلينا مثل خلينا نقول تشابمان قاعد يلعب اريحيه اكبر، ولكن الكويت نفس ما تفضل كابتن فيصل انه قادر على العوده، المهم على نادي كاظم انه يحاول انه ياخر الهجمه كثر ما يقدر، يحاول انه يمنع الفاست بريك، ايضا التسديدات اللي ماركس شفناه وتركي والكس الغيص من خارج القوس هذه لازم توقف تماما، بالاضافه طبعا الى البوكسات تحت السله، وتلعب خلينا نقول كل هجمه بهجمه، اذا عندك فاست بريك صريح يفضل انك يعني خلينا نقول ترسل الكره يعني تتعب الكره، لا تتعب نفسك انك تاخذها دريبل من الملعب لملعب، اذا في واحد من ربك قدام عطى الكره، فهذا اللي احنا نبحث عنه، ولكن الكويت انا اتوقع انه يقدر على العوده، ولكن الكاظمه مهمته مو سهله، اذا كان عنده جديه كبيره انه بالشكل هذا يعني انه يبي المباراه يقدر ياخذها. ما شاء الله ابو فهد حتى بالاستديو الكره تلحق وراك. الكره تحبني من عمر. ما شاء الله. ابو فهد سيناريو متوقع بايجاز الشوط الثالث والرابع مع توقعاتك. والله صعب الفريقين كاظمه اليوم عاد بقوه والكويت ما اعتقد انه بيخلي كاظمه انه يفوز المباراه هذه ويكسر عليه النهائي الكاس وهو حاصل على الدوري وحاصل على الخليجيه بوصل فاتصور صعب التكهن فيها بصراحه. ترشح الكويت اليوم كاظمه بشكل ثاني طالع ارشح الكويت اتوقع الكويت اعطي الكفه حق الكويت. كابتن سالم والله انا اقول اللي يستاهلها نقول له مبروك على اداء شوف كاظمه قاعد يؤدي اداء مستوى عالي جدا لا اختار انا قاعد اقول اللي يلعب اللي يؤدي هو اللي راح نبارك له ان شاء الله كل الشكر لزملائي المتواجدين معي داخل الاستديو ننتقل الى ارضيه الملعب لمشاهده الشوط الثالث والرابع مباراه الكويت والكاظمه مع الزميل الكابتن وليد محارب كابتن وليد الكلمه لك شكرا للزميل فارس الفضلي وضيوف الكرام الكابتن الكبير فيصل بروسلي وايضا كابتن الكبير سالم الهذال وايضا طبعا هذا هو بيتر ماريا يعني انا عندي احصائيه ودي اقولها في نادي كاظمه سدد خلال الربع الاول والربع الثاني 42 رميه منهم 15 رميه ناجحه بنسبه 35.7% شوف نادي الكويت مسدد 39 جايب 12 بنسبه 30.8 اللي هو طبعا نادي كاظمه افضل في الملعب افضل في الاحصائيه افضل في التسجيل وبدايه لنادي كاظمه مع الحكم طه الحاشدي قائد الطاقم الكره مع احمد دبلوشي لحمد العلي وتركي حمود مع الكره يدفع على حمد العلي عبد العزيز الفضلي الى احمد دبلوشي محمد العلي يحاول نادي كاظمه يوسع الفرق الان لسلي ثلاثيه من بعيد وحلوه 42-31 11 نقطه هل راح يفعلها نادي كاظمه في هذا اليوم ممكن كل شيء ممكن نادي كاظمه نادي كبير لعب في بطوله واصل وايضا كان الند بالند لنادي الكويت والكره مع تركي وتركي اختراق جميل لدفاع نادي كاظمه 42-33 احمد البلوشي يعطيها لشبان لي شوف دفاع يطالبون بالدفاع لعزيز الفضلي لسلي مع الكره لعزيز الفضلي وضايع الكره من عزيز الفضلي الى تركي شمري للاني حمد عدنان يحاول يخترق حمد عدنان يسددها على الطائر ولكن ياخذ احمد البلوشي بدت المباراه تاخذ الان
طابع السرعة وفاول على عمران جوهر. فاول على مين؟ هنشوف الحكم طه الحاشدي على لناني، حسبها على لناني، حسبها على لناني، شوف حسبها على لناني. وهذه هي الإعادة. هناك رميتين لشبان. كاظم معزم، معزم يبي يوصل إلى النهائي، يبي يلاقي نادي القادسية، يبي يعوض خسائر اللي حدثت معه في بطولة الدوري وأيضا في بطولة واصل. وحلو يسجلها شبمان 34-33. حمد عدنان إلى عمران جوهر. مايكل المراقب جيدة من حمد عدنان، سكرين عليه كل الطرق. مايكل باقي 12 ثانية، تركي حمود ثلاثية ضايع ياخذها. عزيز الفضلي وأحمد البلوشي للسري لأحمد البلوشي. حلوة حلوة، جيف اند جو، جميل، حلو حلو، تفاهم جميل بين أحمد البلوشي ولسلي. كاظمة قاعد يوسع الفرق الآن 46-33. مايكل وتلمس الكرة لاعبي نادي كاظمة وتطلع الكرة أوسايد. نادي كاظمة أنشط، نادي كاظمة قاعد يخلص كل الكرات اللي قاعد توصله. بالعكس نادي الكويت قاعد يضيع الكثير من الرميات الثلاثية وأيضا من الرميات الثنائية. عمران جوهر شوف، وهذه أيضا شوف، هذه التمريرة، التمريرة بالخطأ، ترنوفر يعتبر، وتدخل مدرب نادي الكويت بيتر شومر. ماريو مو عاجبة طبعا، مو عاجبة اللي قاعد يصير. بطل الدوري وبطل اللي هو واصل الخليج. الآن نادي الكاظمة 46-33 بفرق 13 نقطة لصالح نادي كاظمة. ونشوف الآن إيش راح يدور ويجري ما بين الفريقين ويتركهم مع هذه اللقطات الجميلة من ملعب المباراة، ونكمل معاكم أحداث المباراة. رجعنا إلى أجواء المباراة أعزائي المشاهدين بعد انتهاء التايم أوت في أول دقيقتين من زمن الربع الثالث. كاظمة أفضل 13 نقطة. كاظمة قد يخطو خطوة مميزة نحو النهائي بقيادة ساحر الكرة الكويتي أحمد دبلوشي. حمد العلي مراقبة تركي، يعطيها لشبمان، شبمان لأحمد دبلوشي صانع العاب المنتخب وصال عب نادي كاظمة. عزيز الفضلي اللعب له خالفة المشي بالكرة على عزيز الفضلي. ماركوس لتركي عمران جوهر. حتى الآن ما شفنا عمران جوهر تحت السلة أبد، يعني أداء نادي الكويت غير مقنع في هذا الربع الأول والثاني. شوف ضايع ثلاثية من مايكل، لناني يعطيها لتركي لماركوس. حمد عدنان ثلاثية ويسجلها أخيرا، يسجلها أخيرا حمد عدنان 36-46، 10 نقاط حمد عدنان. هجمة لنادي كاظمة لأحمد البلوشي، راغبة مايكل، أحمد بلوشي يحاول يعطيها لشبمان ويدنك شبمان في سلة نادي الكويت. دنك جميل، يعني أنعش الصالة الكرة لتركي حمود. حلو تمريرة ساحرة، حلوة أيضا من مايكل، حلوة. رجع السكور الآن 10 نقاط لصالح نادي كاظمة. حمد العلي
المفروض نادي كاظم اذا يبي يفوز يبني على هذه العشر نقاط، يحاول يوسع الفرق، ما يجعل هناك فرق قليل بينه وبين نادي الكويت. عزيز الفضلي وايضا ضايع من عزيز الفضلي. مايكل تركي حمود لعمران جوهر لتركي، تركي يحاول يخترق للالاني، للالاني مخالفة للمشي بالكرة. شوف اليوم وايد مخالفات كثيرة في على نادي الكويت بالترنوفر، يعني مخالفة المشي بالكرة من لاعب محترف وفي الدرجة الأولى قوية شوي، يعني يفترض أن يكون هناك يعني مستوى أفضل. خروج تركي الشمري، دخول ألكسندر الغيص، عبد الله إبراهيم لشبمان، شبمان أفضل مسجل لنادي كاظمة، سجل 14 شوطة وعندنا 21. طاحة حلوة حمد من ماركوس وعبد الله إبراهيم يعطيها للسلي. يا الله عليك، قال وين 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 خاشين هاللعب هذا، وين وين وينك البرتغالي خاشين اللعب ليه؟ الربع الثالث والرابع، الكرة 50-38 حمد عدنان، ويحاول حمد عدنان، وأيضا نشوف الترنوفر يخطفها أحمد البلوشي يعطيها لعبد الله إبراهيم، خطأ فني أعتقد راح يقادر حمد عدنان، راح يقادر لأن أخذ خطأين أتوقع هذا الخطأ الثاني. إذا كان هذا الخطأ الثاني، شوف التمريرة من أحمد البلوشي، وهناك خروج حمد عدنان، أعتقد التكنيكال فاول الثاني يمكن عنده 8 نقاط. راح نشوف في رمية لنادي كاظمة، يقادر حمد عدنان، يقادر لأن عليه خطأين فنيين حمد عدنان. هذا هو حمد عدنان، شوف تمريره، ولكن يقادر حمد عدنان، وحمد البلوشي يسدد وحلوه. شوف 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 هذه الكرة، وهذا تكنيكال فاول اللي على حمد عدنان، يقادر الآن إلى غرفة الملابس لارتكاب خطأين متعمدين فيستبعد من المباراة. 51-38 عبد الله إبراهيم، إلى أحمد البلوشي مراقبة ألكسندر القيص، إلى لسلي لف يسدد وضيع الكرة، لالاني ياخذ الكرة ويلعبها لألكسندر القيص. 13 نقطة ما زالت في صالح نادي كاظمة. لالاني معاه شبمان مع لالاني، فاول وصفر الحكم طه الحاشدي من اليمن، وهناك رميتين للالاني إشارة واضحة من الحكم طه الحاشدي. شوف هذا هو الفاول، وكاظم أفضل في بداية الربع الثاني 51-38، ونشوف يأكد الحكم خالد اللماس انه فعلا على اللاعب حمد عدنان 2 خطأ متعمد تكنيكال فاول خطأين فيستبعد من المباراة، ولاني سجل 39-51. و
وهلالني يسجلها 11 نقطة الآن. الكرة لزلي والله حمد العلي باذل جهد كبير في هذه المباراة وقادر يقود كاظمة، ولكن كرة مقطوعة لألكسندر ماركوس أنتوني. هل هو يكون خروج حمد عدنان يعني عودة لصحوة لنادي الكويت؟ ولكن عبد الله إبراهيم مع الكرة يعطيها للزلي، لزلي لحمد. نشوف الدفاع القوي الآن من نادي الكويت ومعطي نادي كاظمة أي فرصة، والكرة باقي 10 ثواني. حلوة لشبمان، شبمان يحاول يلف ويسدد هوك شات ولكن يضيع لأنه حط الكرة على الحلق. العب على البرد أو العبها لب عشان تروح على طول داخل السلة، وأوساج صالح نادي كاظمة. عبد الله إبراهيم، حمد العلي، بلوشي، بلوشي رايح على سلة اختراق جميل. الله عليك أحمد بلوشي، الله 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 عليك أحمد بلوشي، اختراق جميل ويرفع السكور إلى 53-40. ألكسندر القيص، ماركوس القائب عن هذه المباراة نهائيا. ماركوس مسجل فقط 8 نقاط. والكرة لي حمد العلي، هناك مخالفة المشي بالكرة، يصفرها الحكم أحمد الخميس من السعودية. يديرون هذا اللقاء الحكم اليمني رئيس الطاقم طه الحاشدي، وأيضا الحكم السعودي أحمد الخميس، والحكم الكويتي خالد الشمري، والكرة مع للاني. ثلاثية من الكسندر ثنائية، طه الحاشدي يقول ثنائية لأنه هو كان الأقرب وشايف. 53-42 ثنائية وليست ثلاثية في آخر 3 دقائق. بدأ نادي الكويت يخلص 11 نقطة. شبمان 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 إلى عبد الله إبراهيم، وضيع الكرة للالاني، يعطيها الكسندر. كسندر لتركي حمود الشمري، عمران جوهر من تركي. ماركوس أنتوني، الكسندر قيل ثلاثية ضايعة ياخذها حمد العلي إلى عبد الله إبراهيم، عبد الله إلى أحمد البلوشي لحمد لسلي، لسلي حلوة ولكن ياخذها ماركوس ويضربها في شبمان عشان يستفيد منها الكرة، وأوتسايد لصالح نادي الكويت. ولزلي خلينا نشوف كم سكور جايب لزلي، اللاعب رقم 6 من نادي كاظمة جايب 10 نقاط. افضل مسجل اللي هو شبمان 21 نقطه، رغم انه هو يعني ليس بهذا يعني بعيد عن المستوى. تركي ثلاثيه يسدد الضيع، ياخذها شبمان يعطيها ساحر الكره الكويتي احمد البلوشي. البلوشي اليوم متالق في قياده نادي كاظمة الى نهائي الكاس، ونشوف ان شاء الله مع الربع الرابع راح يبين كل شيء. شوف لسلي يسدد بالمربع، يا سلام عليك، حلو. انا يعجبني اللاعب اللي يستخدم المربع في التسديد. الكره لماركوس، وفي خطا متعمد، خطا متعمد، خطا متعمد، قرار سليم من الحكم خالد اللماس الشمري. وفي تسديد رميات لزلي في أوتسايد، 55-42 13 نقطة. حتى الآن يعني قيادة موفقة من مدرب نادي كاظمة في هذه المباراة في الدفاع وفي الهجوم. ولزلي اللاعب رقم 6 عنده 12 وهذه 13 نقطة. يأتي بعد عبد الله إبراهيم 6، أحمد بلوشي 6 نقاط، عزيز الفضلي 12 نقطتين عفوا، عزيز الحميدي نقطة واحدة، ولوف عنده 7 نقاط. والكرة مع أحمد البلوشي إلى عبد الله إبراهيم، دفاع قوي من نادي الكويت على
الكرة لعبد الله ابراهيم لاحمد جبلوش، يشوف الاختراق الجميل، يشوف الدنك الاجمل. الله 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 عليك، حلوة شبان، حلوة 23، حلوة مبين مبين اللعبة كانت تكون حلوة 59-42. والكرة لتركي ماركوس أنتوني، وثلاثية من الكسندر، وتوصل الكرة خطأ على عزيز ريحان. شوف خطأ واضح على عزيز ريحان قبل يشر الحكم، يعني أنا قلت قبل يشر لأنه كان واضح. شوف عزيز، شوف اندفاع عزيز، عزيز ريحان، شوف شوف شوف، هذا هو الخطأ على عزيز ريحان. وكاظم أفضل في آخر دقيقتين من زمن الربع الثالث. الكسندر الغيس 17 نقطة لصالح نادي كاظم. تركي حمود لعمران جوهر وبلوك شوت جميل وهجمة سريعة لنادي كاظم. أحمد البلوشي مع الكرة، البلوشي تخلص من تركي فاضي، يسجل ثلاثية، الضيع ياخذها الكسندر، الكسندر يهدي، ما في انتشار للاعبي نادي كاظم، نادي الكويت عفوا. الكرة لي عمران جوهر إلى الكسندر، الكسندر ثلاثية ضايعة، سجله سجله، والله كان اتجاهه إلى الخارج ولكن سجله حلو. 59-45 لسري ريحان لشبمان، يحاول يخترق شبمان، شبمان مع الكرة يعطيها لزلي، يسدد، قلت لكم لزلي يتحكم به وقوفه بالهواء ويسدد وركز وسجل وحلو. 61-45 آخر دقيقة، آخر دقيقة في الشوط الثالث. ماركوس في خطأ على عزيز ريحان، ثاني خطأ على عزيز ريحان، أوتسايد على كل فريق الآن، ثلاث أخطاء شخصية. ماركوس في خطأ، شوف قرار واضح الحكم طاهر الحاشدي على أحمد البلوشي، شوف قرار واضح على أحمد البلوشي وأوتسايد. الكسندر الغيس مع الكرة، مايكل يحاول يبي يعمل شيء، مايكل الكسندر ثلاثية ضايعة، توصل لعمران جوهر تحت السلة، عمران يعطيها الكسندر، تركي رايح على السلة، حلوة خداع جميل من تركي على عبد الله ابراهيم وسجل له نقطتين حلوين. 61-47 عزيز ريحان، كاظم بعد يلعب يقلص الوقت، خطأ على الكسندر قيس، دفع لصالح عزيز ريحان. هذا هو عزيز ريحان، شوف 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 هذه الدفعة وهذا الخطأ. والآن على الفريقين بلنتي وباقي 23 ثانية. الكرة مع عزيز ريحان، يعطيها لأحمد بلوشي، شبان حلوة يقطعها عمران جوهر، باقي 11 ثانية. بيتر شومر ماريا البرمجة الألمانية حتى الآن ما هي بالوجه الصحيح لإدارة هذه المباراة. الكرة مع أحمد البلوشي، حاول أحمد البلوشي يلعبها لشبمان، حلوة. اللعبات الثنائية هي اللي تعطي التقدم للفريق. 7 ثواني تركي حمود وخطأ في رميتين، 63-47 طاه الحاشدي رميتين. 5 ثواني على نهاية الربع الثالث، كاظم متقدم 63-47 وعنده رميتين. الكويت اللي عنده رميتين، تركي الشمري. 5 ثواني، هل يسجل تركي ويقلص الفارق الآن؟
بيدك رميتين 47 48 لنادي الكويت 63 15 نقطة 49 خمس ثواني أحمد البلوشي نزلي سد الثلاثية ولا تضيع منه وخلاص ضاعت الكرة من نزلي واضحة وانتهى أعزائي المشاهدين الربع الثالث بتقدم نادي كاظمة 63 مقابل 49 ناخذ معاكم استراحة قصيرة لمدة دقيقتين ونكمل أحداث الربع الرابع ومع مخرجتنا كوثر عباس وأجمل اللقطات. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين وقراءة مميزة لمدرب نادي كاظمة في الدفاع والهجوم واستطاع نادي كاظمة التقدم في الربع الاول والثاني والثالث بنتيجة 63 مقابل 49 والكرة لنادي الكويت لمايكل لإكسندر القيص البيس لاين للاني ثلاثية وضيع عمران جوهر لمايكل مايكل الكسندر فاضي ثلاثية وضيع ما هي ماشية اليوم مع نادي الكويت بالثلاثيات عمران جوهر لتركي تركي للكسندر يسدد على الميديم شوت ويسجلها حلوة نقطتين 63 51 12 نقطة الآن لازم نادي الكويت يعمل على تقليص الفارق حتى لا يخرج خاسرا من هذه المباراة. عبد الله إبراهيم عزيز رحان لشبمان أحمد البلوشي وأيضا الكرة مقطوعة لصالح نادي كاظمة وعشيل أحمد البلوشي إلى شبمان مع عمران جوهر لأحمد البلوشي إلى شبمان يسددها شبمان ضايعة يأخذها حلوة لأني يعطيها الإكسندر القيس بدأ نادي الكويت يصحى ما يبي يخسر من المباراة والكرة دي للاني يحاول للاني ويسجلها حلوة حلوة 10 نقاط الآن رجع نادي الكويت بدأ يرجع 53 مقابل 63 أمس ستكون لنادي كاظمة الكلمة وأحمد الخميس من السعودية الحكم حكام النخبة اللي يديرون هذه اللقاء طه الحاشدي من اليمن وأحمد الأماس من الكويت وأحمد الخميس من السعودية عبد الله إبراهيم 10 نقاط 9 نقاط الآن الفرق الكرة لعزيز ريحان عزيز ريحان مع الكرة الدفاع ضاغط وخذ أحمد البلوشي في آخر
8 دقائق 49 ثانية من زمن الربع الرابع. كبمان يعطيها لأحمد البلوشي، لسلي فاضي يسددها لسلي ثلاثية وتضيع، ياخذها حلوة الكسندر يعطيها لتركي ولكن يقطعها 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 لسلي يقطعها لسلي. لسلي يقول المست المست اللي هو الكسندر. لسلي يعترض على الكرة ولكن خلينا نشوف القرار يرجعون الى الاي ار اس. شوف 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 الان ها يعني اعتقد تركي من هذه الجهه تركي يشوفون يبون يشوفون اعاده الحكام الان. شوف هذه الاعاده والحكم طه الحاشدي وايضا الحكم احمد الخميس. يعني في المباراه اللي قبل هذه المباراه راحوا ثلاث حكام الى الاي ار اس يشاهدون اللقطه، وطبعا يعني انتم حكام نخبه فما اعتقد ان تتركون الملعب بدون مراقبه اي حاكم هذا كان او اي حكم. هذا كان في المباراه الاولى ثلاث حكام اتجهوا الى الاي ار اس مو قادرين يتخذون قرار، ولكن طبعا في هذه اللقطه شاهدنا حكام اثنين لمشاهدة الاي ار اس وحكم واحد شاهد اللي هو يكون موجود في المباراة. وتمريره ضايع، حرام عليك يا الكسندر، حرام 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 ضايعه. كانت يعني سكور سيل لصالح نادي الكويت. اليوم نادي الكويت قاعد يضيع يعني تسديدات سهله. عوده لوب وخروج لزلي. عبد الله ابراهيم للوب، راقب الكسندر يسلم لي لناني لوب مع عمران جوهر لشبمان. شبمان يحاول يسدد ويسجل شبمان، وعنده 27 نقطة أفضل مسجل في المباراة. ومختفي مختفي ما له هو ماركوس أنتوني 8 نقاط، ولناني مسجل 7 نقاط، ومايكل مايكل محترف الجديد مسجل فقط 4 نقاط. يعني شيء غير إيجابي لصالح نادي الكويت. 65 مقابل 54. شوف هذا هو مايكل، شوف مايكل والخطأ والكرة لصالح نادي الكويت لإلكسندر. تركي ثلاثية من بعيد وسجلها تركي حلوة، ويتدخل مدرب نادي كاظمة بطلب وقت مستقطع، والنتيجة 65 مقابل 57. ونترككم مع أجمل لقطات في هذه المباراة. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين لاجواء المباراه والكره مع احمد البلوشي. 65 57، وشبمان يعطيها لي عبد العزيز الحميدي يعطيها لي احمد البلوشي. البلوشي يحاول لشبمان ثلاثيه يتميز من هذا المكان ويسجلها شبمان يسجلها يسجلها 9 نقاط لصالح نادي كاظمه. مايكل للالاني، للالاني يحاول، الطرق كلها مقطوعة أمامك يا للالاني.
كاظم افضل الكويت خارج نطاق التغطيه في هذه المباراه حتى الان، يعني محترفين مسجلين فقط 8 نقاط، 4 نقاط مايكل، 7 نقاط لنني، وافضل القيس، وايضا لسري تركي الشمري مسجل 20 نقطه، افضل من المحترفين مسجل تركي الشمري 20 نقطه، والكره اوسايد طبعا. يعني يقيب عن هذه المباراه محمد عدنان ايضا اللاعبين المؤثرين في نادي الكويت، وايضا خروج حمد عدنان بشوف تمريره خطا من عمران جوهر، واحمد البلوشي كاظمه متجه الى النهائي، واحمد البلوشي شوف يعني اتوقع تشيبمان راح يشوت لك ثلاثيه الان، وعزيز الحميدي ثلاثية ضايعة بين تركي الشمري يبي يسدد يعطيها لماركوس، ماركوس لكسندر قطعها شبمان ترجع لي للني مع عبد الله ابراهيم، وهناك احتكاك ما بين الحميدي، وشوف لو بيضيعها، شوف لو بيضيعها، وكان هناك احتكاك ما بين عزيز الحميدي، وشفت ولالني ايضا قاعد يعني يقول ما شفته هذه، شوف 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 الان هذا الاحتكاك، شوف 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 شو اللي هناك اللي هناك، ايوه بين الحميدي وعمران جوهر، شوف 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 الضربه اللي حصلها الحميدي، حصلها ضربه الحميدي من عمران جوهر، وشوف يرجعون الى الايرس، يرجعون للايرس عشان يشاهدون ماذا حدث خلال الاحتكاك. اتوقع راح يتعرض عمران جوهر الى خطأ متعمد، اتوقع حسب ما شفنا الاعادة، طه الحاشدي، خالد اللماس، شوف حكمين فقط بس عند الايرس، وحكم داخل الملعب ليس كما حدث في المباراة الاولى، ثلاث حكام هم راحوا عند الايرس وتركوا الملعب، يعني لو صار في احتكاك بين اي لاعب من يقرر الخطأ، او يعني ما تحدث من حكام مميزين في حكام النخبة في الاتحاد الخليجي والاتحاد الآسيوي. ما زال البحث عن اللقطة اللي كان في احتكاك ما بين عمران وما بين عزيز ريحان، عزيز الحميدي عفوا. شوف يطلبوا الإعادة مرة ثانية، شوف طبعا احنا ما قاعد نشوف، انا قاعد نشوف الحكام معاكم، شو القرار الان راح نشوف القرار، راح يحكمه طه، حكم طه الحاشدي من اليمن، يقول تو شات، ماكو شيء، يقول ماكو شيء، بس انا بيكم تشوفون الإعادة شوف فيها شيء ولا ما فيها شيء، يعني كانت واضحة، كانت مبينة، ولكن كما تعلمنا وقلنا القرار يبقى للحكام. شوف 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 الآن، شوف عزيز دفع عمران، عمران دفع عزيز، حصل له ضربة عزيز، كل هذا ماكو شيء، يعني انعادت أمامنا والقرار يبقى للحكام، ولوف يسدد ويسجل، حلوة لوف، 69 مقابل 57، 12 نقطة لصالح نادي كاظمة، ويسجل رمية ثانية 70-57، الكرة لكسندر القيس، لكسندر للهني 13 نقطة، شوف تمريرات الخطأ من نادي الكويت رايح على السلة اللي هو لوف، وهناك احتكاك واوتسايد، اوتسايد على نادي الكويت، خطأين على نادي كاظمة، خطأين، هذا هو لوف، هناك ايضا وقت مستقطع يطلبها، شوف شوف هذا الخطأ على تركي الشمري، وهناك وقت مستقطع يطلبه مدرب نادي الكويت،
لأن هو المتأخر شيء طبيعي إنه هو يطلب الوقت المستطاع. نترككم مع بعض اللقطات الجميلة ونكمل معاكم أحداث المباراة. انتهى الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين، 6 دقائق وكاظمة في طريقة إلى النهائي، والكويت ما زال يحاول العودة بفرق 13 نقطة، و6 دقائق كافية وكبيرة، ولكن التركيز مطلوب، التركيز في الثلاثيات، التركيز في عدم تمرير التمريرات الخاطئة، الترنوفر الكثير على. وهذا هو حمد عدنان قاعد في خارج الملعب بعد ما ارتكب خطأين فنيين، ويمي طبعا محمد عدنان ايضا قاعد محمد عدنان قاعد يطالعون المباراة، وطبعا تحسر ليش ما هو موجود نتيجة الإصابة اللي أصابت اللاعب الكبير محمد عدنان في المباراة السابقة. وهناك خطأ شوف خطأ لصالح أحمد البلوشي، وجزاء رميتين. ضيع من البلوشي، الرميات الحرة مهمة يا أحمد البلوشي، وخاصة أنت يعني اتجاه إلى اللعب المباراة الختامية النهائية، إذا ما زلت يعني تحرص ضيعهم بلوشي ثنتين. ماركوس موقفين خطوط الاختراقات من نادي كاظمة، حلوة من الكسندر القيس، يعطيها لشبمان ليلوف. شبمان سجل 30 نقطة من نادي الكويت تركي، شمري 20 نقطة، عزيز الفضلي مع الكرة، ضيع من عزيز الفضلي ويستبدله مدرب نادي كاظمة، ويدخل عبد الله ابراهيم تركي حمود، والتقليص الآن 10 نقاط، 5 دقائق حاسمة لنادي الكويت، يرجع إلى المباراة. لالاني تركي لماركوس، وينك يا ماركوس؟ وين ثلاثياتك؟ والكرة مقطوعة من ماركوس إلى أحمد البلوشي، البلوشي يعطيها لشبمان، حلوة قطعها تركي هجمة حلوش المباراة في آخر 5 دقائق، يبي يرجع نادي الكويت إلى الكسندر، تركي فاضي يعطيها الكسندر، كسندر يحاول لالاني، ماركوس انتوني اللي متردد في الثلاثيات، وهناك رميتين لماركوس، 10 نقاط، الرميات الحرة الآن مهمة لتقليص الفرق الآن إلى 8 نقاط بيد ماركوس انتوني. 5 دقائق، لو كل هجمة فيها نقطتين تتعادل، إذا منعت أي هجمة عن نادي كاظمة ممكن تصل التعادل، ممكن تتقدم، ممكن تفوز، كل شيء ممكن في لعبة كرة السلة، ويسجلها ماركوس أنتوني. وأبناء العديلية اليوم البرتغالي قاعد يلعب يؤدي أداء أفضل فنيا من نادي الكويت في الدفاع والهجوم. ماركوس يسجل الرمية الأولى، وهذه الرمية الثانية حلوة من ماركوس، 8 نقاط، 5 دقائق للوف. شبمان اليوم مبدع، 30 نقطة، دنكات جميلة، أداء جميل، هذا هو شبمان مع ماركوس، ويدخل مع عمران عزيز ليلوف، لوف يحاول وخطأ على تركي، هذا الخطأ الرابع على نادي الكويت،
وتركي عنده أيضا 4 أخطاء شخصية تركي، وعنده 20 نقطة. أوتسايد أوتسايد، ما زال تركي موجود في الملعب. أي خطأ سوف يقادر تركي. الكرة مع عبد الله إبراهيم، يعطيها لتشبمان، تشبمان يسدد من هذه المنطقة للوب مع ماركوس، ويعطيها حلوة لعبد الله إبراهيم، ويبحث عن عبد الله إبراهيم في آخر ثانية، ولكن انتهى زمن الهجمة طبعا من صالح نادي الكويت. الآن فرصة أنك تقلص إلى 5 نقاط بثري. وينك يا راعي الثري؟ خلينا نشوف من راح يسد ثري ويقلص الفرق إلى 5 نقاط. والكرة لإلكسندر، إلكسندر ثلاثية. الله 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 الله، قلت لكم ثلاثية تقلص الفرق إلى 5 نقاط و4 دقائق و26 ثانية. قدر نادي الكويت أن يعود من بعيد ويقلص الفرق وإلى 5 نقاط، ونترككم مع أجمل لقطات في المباراة. في وقت اضافي للسعيد، رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين. و4 دقائق و26 ثانية اللي شهدت عودة نادي الكويت وقلص الفرق إلى 5 نقاط، 70-65. هل يعني يعود نادي كاظمة، ولكن هل بيتر ماريا عنده الحلول لتعديل ما أداه اللاعبين في الربع الأول والثاني والثالث؟ لوب إلى البلوشي، شوف شبمان مع عمران جوهر، وحلوة تركي، ومقطوع الكرة، وطاه الحاشدي يقول الأوت لصالح نادي الكويت. خلينا نشوفه إذا في مجال. نشوف الكرة الآن، واضحة. شكرا مخرجة المباراة، واضحة على شبمان و الكسندر غيص. وينك يا ماركوس انتوني؟ اكيد. الكره لتركي، تركي الشمبري، حلوه لعمران جوهر، تمريره ارضيه تغلص الفرق الى 3 نقاط و3 دقائق. من خبره لاعبي نادي الكويت الكبيره في بطوله واصل في الدوري، و سددها احمد بلوشي ثلاثيه حلوه. يقول لهم بلوشي انا موجود، ويرجع الفرق الى 6 نقاط، 73-67. نشوف الكسندر ايش راح يسوي. هل الكسندر راح يشيل عبء المباراه؟ تركي الشمري، شوف تركي يحاول يعطيها لي الكسندر لعمران جوهر، رايح على السله، ياخذها للاني وياخذ فاول جزاء رميتين. فاول صالح لاني، سجلها انت لاعب طويل جريء، العبها في البرج وراح تدخل على طول. وشوف لاني، وشوف الضربه من شبمان صاحب ال30 نقطه، رميتين لاني. سيد بدر العصيمي وبيتر ماريا، وسيقادر نادي الكويت اعتقد بتاريخ 21 او 22 ل قطر للعب التصفيات النهائية لبطولة واصل الآسيوية.
صربيا صربيا مدرب من صربيا مدرب نادي كاظما ومدرب نادي الكويت من ألمانيا عبد الرحمن حسين أمين السر هو في الأقدم في الاتحاد أمين السر الاتحاد المسير العام في الاتحاد الكويتي السابق ويسجلها حلوة 73-69 أربع نقاط ثلاث دقائق الكاس يلمع ويخطفها حلوة شوف عمران حلوة 73-71 وكشر العميد عن نيابه وقام يخطف الكرات ويحاول يتعادل الآن ويخلص أو يتقدم شوف القطعة الثانية ماركوس الله وين خاشين هاللعب وينكم يعني طول المباراة ما شفنا لا سرعة لا أداء لا قطعة كرة أسوأ مباراة حتى الآن قدمها لاعبي نادي الكويت رقم التعادل الآن 73-73 خلونا معاكم نشوف ايش توجيهات بيتر ماريا أيضا مدرب نادي كاظما بعد ما كان متقدم بفرق 13 نقطة استطاع بيتر ماريا المدرب المحنك اللي يعني اللي قدم الكثير لنادي الكويت أن يعود بهذه المباراة شوف عمران جوهر ظهر في الوقت المناسب وشوف هو اللي قطع الكرة وهو اللي أعطاه حق ماركوس أنتوني وماركوس أنتوني سجل وهذا التعادل لنادي الكويت وشوف تسديدات الآن بدأ ركز نادي الكويت يبي يظهر بصورة البطل دائما يبي يحصل على البطولة دائما ولكن لابد أن تصحيح وايد كثير من الترنوفر اليوم ارتكبها لاعبي نادي الكويت ايضا البطء في اللعب والاداء ولكن رجع نادي كاظما وتعادل نادي الكويت 73-73 ممكن نلعب 5 دقائق اضافيه ممكن اذا تعادلوا نلجا الى وقت اضافي ولكن تبقى الكره الان في ايدي اللاعبين اللاعب الفريق اللي ما يخطي اللي ما يمرر بالخطا اللي يركز اللي يلعب بدون خوف اللي قلبه حديد وقوي هو اللي راح يفوز والخبرة راح تلعب دور في هذه المباراة والكرة لأحمد البلوشي مع تركي والكرة مع تشبمان يسقطها حلوة لسلي سجلها لسلي لإلكسندر قيس ماركوس وينك يا ماركوس دفاع قوي على من عزيز على الكسندر يعطيها لي عمران وضيع من عمران ولكن ياخذها لاني يعطيها الكسندر ثلاثية وضيع ياخذها تشبمان احمد البلوشي حتى الان كاظما متقدم 75-73 حلوه المباراه تحلوت في اخر 5 دقائق بعد ما كانت هادئه في الثلاث أشواط ومنتصف الشوط الرابع شوف أحمد البلوشي يحاول يخلصها في الثواني الأخيرة أحمد البلوشي مع تركي حلوة لأن أحمد البلوشي عليه 4 أخطاء اللي هو تركي عليه 4 أخطاء شخصية فعارف أنه هو ما راح يقدر يعمل عليه خطأ عشان يقادر فتعمد ودخل على تركي هناك وقت مستقطع يطلبها مدرب نادي الكويت 77 عاد نادي كاظما تقدم 4 نقاط 77-73 تايم اوت لنادي كاظما وشوف الان شوف هذه اللقطات الجميله وهذا احمد البلوشي طبعا استقل الفرصه لان تركي عليه 4 أخطاء شخصية فقال خلاص خلني أدخل عليه وباقي 1:54 يا أني أطلع تركي من أجواء المباراة أو أني أسجل وفعلا سجل والسكور 77 مقابل 73 4 نقاط
ما زال نادي كاظمة يبحث عن الوصول إلى المباراة النهائية بعد أن وصل نادي القادسية، ونادي القرين ينتظر الخاسر من هذه المباراة ليلعب معه على المركز الثالث والرابع. شوف الآن دقيقة واربع وخمسين ثانية ممتعة، الآن لابد أن تظهر الخبرة والثقة وأيضا الأداء في داخل الملعب في الدفاع والهجوم ومحاولة تخليص المباراة، والكرة في منتصف الملعب طلبها مدرب نادي الكويت على أساس يستقل الوقت، والحكم طه الحاشدي من اليمن يسلم الكرة لي الكسندر القيص. 77-73 تعود النزل مايكل الى الكسندر، كسندر ثلاثية ضايعة ياخذها عبد الله ابراهيم، يهدي اللعب عبد الله ابراهيم، وشوف يعطيها لي الثقة والامان لاحمد البلوشي الى شبمان لسلي لشبمان، شبمان يحاول يمررها ولكن تلمس قدم اللي هو عمران جوهر. اربع نقاط سهلين، ثلاثيه ونقطه ورميه اضافيه، تعادل نلعب وقت اضافي، ممكن يفوز نادي كاظمة، نعم ممكن. اليوم كاظمة افضل، افضل كل شيء، افضل في الدفاع، افضل بالهجوم. شبمان وضيعه، ضايع لي للاني يعطيها لمايكل، مايكل اربع نقاط فقط في هذه المباراة مايكل. شوف ايضا ترنوفر مقطوعة، احمد دبلوشي يعطيها لي، تعازموا عليه كل واحد يعطيها الثاني، البلوشي اعطاه حق شبمان اعطاه لزلي انتهت الكرة لصالح نادي الكويت اوتسايد، وهذه فرصة لتقليص الفرق الى نقطة واحدة. خروج مايكل ودخول ماركوس انتوني افضل من مايكل في هذا اللقاء حتى الان. تركي ثلاثية لتركي، نشوف ايش راح يصير، مايكل ويسجلها، يلقيها شوف يعني هل اللاعب كان متجه رميتين ما حسبها مع ان اللاعب كان رايح يطلب تشالنج مدرب نادي الكويت يطلب يعني يشوفون الإعادة يطلب الإعادة يقول اللاعب رايح على السلة، يعني وين رايح على السلة، يا انه يسجل يا انه يمرر. خنشوف الكرة وخنشوف شلون القرار الصافرة والإشارة الحكم. شوف الحكم طه الحاشدي حسمها يقول مدرب نادي الكويت انا ابي تشالنج. اللاعب رقم خمسة من ارتكب الفاول، نشوف خلينا نشوف الان ماركوس انتوني، لازم نسجل يا ماركوس، السجل تقلص الفرق الى نقطتين، 77-73 نقول 74 77 77. الرميه الثانيه هل تكون 75 ويصير نقطتين، ممكن الكويت يقطع الكره، يسجل فريق تقدم 77 75. حلوه المباراه في اخر دقائقها وحماسيه، والكره بالخبره لاحمد البلوشي وشبمان ولسلي وايضا عبد الله ابراهيم هم مفاتيح الفوز، لسلي مع ماركوس انتوني، شبمان لاحمد البلوشي، بلوشي لعبد الله ابراهيم فاضي، عبد الله ابراهيم يحاول يخترق يعطيها لاحمد البلوشي ثلاثيه من بعيد وياخذها عبد الله ابراهيم. حلو هجمه جديده لشبمان، و
بغت تضيع من شبمان، والله الكرة معه شبمان، خمس ثواني يسددها شبمان، الله الله عليك يا شبمان، مسجل 32 نقطة. تركي الشمري، تركي رايح على السلة ويسجل، يسجل 79-77 أيضا نقطتين. الكرة للسلي، أحمد البلوشي لشبمان، مخالفة المشي بالكرة، قرار سليم، قرار سليم، قرار سليم، قرار سليم من حكم المباراة طه الحاشدي، فعلا فعلا مخالفة المشي بالكرة، الشيء الصح نقول عنه صح. شوف 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 شوف, شوف. أخذ 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 ووك ووك سليم. الآن 19 ثانية نارية، 19 ثانية ذهبية لنادي الكويت، هل يتعادل ونلعب وياكم خمس دقائق إضافية أم يكون الفوز لنادي كاظمة؟ لزلي لزلي يلعبها البلوشي شبمان، الله 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 عليك، الله عليك يا شبمان، نجم هذا اللقاء، وتوني يسجلها 81-80. مبروك مبروك لنادي كاظمة التأهل إلى النهائي بنتيجة 81-80، وهارذك نادي الكويت، هذه الخسارة الأولى من نادي كاظمة. في الختام أعزائي المشاهدين، نشكر المصورين، نشكر المعدين، نشكر كل الفنيين الموجودين داخل الصالة، ونشكر أيضا المهندسين، وأيضا الإخراج وعلى والنقل الخارجي والإخراج بقيادة مخرجتنا كوثر عباس، ولكم تحياتي أعزائي المشاهدين. وليد محارب القحطاني، وننتقل الآن إلى الاستديو التحليلي مع الزملاء الملك فيصل بورسلي، وأيضا الكابتن سالم الهذال، وفارس الفضل.
شكرا للزميل وليد محارب. كاظمة الى نهائي كأس الاتحاد لملاقاة القادسية. قلت لك نادي كاظمة مبروكين، نادي كاظمة إدارة جماهير وإلى جميع منتسبين لاعبين الأبطال، قدمت مباراة رائعة. هارد لك نادي الكويت بطل البطولة، حامل اللقب، بطل الدوري، تعوضونها إن شاء الله بالجيات. أبو فهد، على غير المتوقع كنت متوقع، عطيت الأرجحية والكفة إلى نادي الكويت. كاظمة انهاها 81-80 وتوجه إلى النهائي لملاقاة القادسية. ألف مبروك حق كاظمة، هارد لك نادي الكويت. فعلا أنا كنت أتوقع الكويت حسب الأرقام طول الموسم، يقول ان الكويت، خصوصا ان كاظمة اول فوز على الكويت في المباراه هذه من خلال 6 مباريات. اول خساره لنادي الكويت محليا. اول خساره محليا لنادي الكويت من كاظمة. مو من كاظمة، من جميع الفرق. لا كاظمة اول مباراه يفوز على، لا تنسى السوبر طبعا، لا تنسى كاظمة فاز السوبر السنه اللي طافت. كاظمة فاز على الكويت اول مره خلال مباراه لعبوها الموسم هذا. قبل لا اتكلم عن المستوى، عندي بس رجاء واحد من الاتحاد الكويتي لكرة السلة، اتمنى يخلون النهائي يوم الاربعاء بدل الثلاثاء، لان كاظمة راح يسافر يوم الخميس فعنده وقت. كانوا قبل على اساس يمكن الكويت يفوز فالكويت بيسافر الاربعاء، ماكو تايم. الحين اتمنى ان يخلونه يوم الاربعاء النهائي، لان في القدم عندهم مباراة القادسية، فالجماهير ما راح يعني نهائي كأس الأمير بين السالمية ونادي القادسية لكرة القدم. لذلك من الأفضل أنه يكون يوم الأربعاء يخلونه، خصوصا كاظمة ما عنده شيء، راح يسافر يوم الخميس. هذا أول شيء. كاظمة لعب جدا مباراة جميلة، دفاع الفريق كان مميز، غير الهجوم المدرب الدفاع عدة مرات. والميزة اللي أكثر رائعة بالنسبة حق مدرب كاظمة، أنه لعب 24 ثانية لم يسجل إلا بآخر ثواني، ناهيك عن أنه التسجيل أغلبه يمن الإنسايد اللي جعل الكويت يرتكبون فاولات، فكان حكيم أكثر. وفاجأ مدرب الكويت بيتر، طبعا مدرب كاظمة فاجأ الكويت بالدفاع اللي لعبه، مما خلاه بعثر الأوراق. والمصيبة الثانية أيضا أن 3 محترفين من محترفين الكويت مسجلين كلهم من مجموع 25 نقطة، على النقيض هناك تشابمان لاعب محترف كاظمة مسجل بروحه 30، فلاعب واحد مسجل محترف واحد من كاظمة مسجل أكثر من مجموع ما سجله محترفين الكويت، وهذه تحسب. لعب مباراة كبيرة كاظمة اليوم، بين فعلا كاظمة هذا مستوى كاظمة، وتوقع أيضا حتى هو جاهز النهائي. الكويت لم يكن بمستوى، وعدم وجود محمد عدنان لإصابته، خروج حمد عدنان لفاول ترابل، محمد عدنان ما كان موجود طبعا، لم يكون الفريق، ونفس الشيء كاظمة يوسف رحمه ما كان موجود وياه. لكن كاظمة لعب مباراة كبيرة، غير الحسبة وغير الأوراق، وراح يقابل طبعا القادسية في الفاينل. ممتاز كابتن سالم. كاظمة يلحق بالكويت أول هزيمة محلية ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد لملاقاة القادسية. طبعا توقعنا أن السيناريو هذا من البداية، ولكن ما كان يعني غايب عن الفكر منه راح يفوز، خلينا نقول جودة اللاعبين عند نادي الكويت. ولكن خروج حمد عدنان المبكر وغياب محمد أيضا، ونفس ما تفضل أبو فهد أن المحترفين اليوم سيئين إلى أبعد الحدود، يمكن اليوم لولا تركي الشمري وألكسندر الغيس لكان السكور يعني أعلى من الشكل هذا. أيضا شفنا صحوة أحمد البلوشي بالثالث والرابع، شفنا أيضا دخول إبراهيم، اللعبة عناصر القوة عند نادي كاظمة، التركيز على التومان جيم اللي قاعد يلعب أحمد البلوشي مع تشبمان، أدى أداء ممتاز. أيضا قاعد يلعب على الأسري تحت السلة بحكم المسماتش اللي كنا نشوفه. اليوم فوز مستحق نادي كاظمة، صحيح أنه كادت أن يخسر المباراة، ولكن أيضا أخطاء نادي الكويت يعني بالمقابل هي اللي رشحت كفة كاظمة. ألف مبروك، فوز مستحق، نفس ما قلنا راح نبارك اللي يستحق. هارد لك نادي الكويت. وفاءت كلمة أخيرة. أنا اليوم كنت أقول حق الجماعة يمي، حتى سأل كابتن سالم يمي كابتن عبد الله صرف، أقول لهم عندي إحساس إن كاظمة بيفوز اليوم، بس أنا مشيت عقليا مع الأرقام. إي ولا سبحان الله الحمد لله. حمد المبكر اليوم هو طبعا غياب محمد، أيضا خروج حمد صانع العاب مثل حمد عدنان يعني طبعا له أثر كبير. تركي ما قصر اليوم للأمانة، سواء بالدفاع ولا بالهجوم. أيضا ألكسندر خلص شفناه اليوم تميز، ولكن مو نصيبهم اليوم الكويت. اليوم أحمد بلوشي قاد الفريق بشكل كبير، كان نجم يعني اليوم فعلا أول مرة أشوف أحمد بلوشي الموسم هذا يلعب بالأسلوب هذا بالقيادة، قاد الفريق هذا اللي يستلعب ممتاز. تشابمان لعب وايد ممتاز، عبد الله ابراهيم كان على الرغم من نقص نادي كاظمة يوسف برحمه عبد الرحمن الجمعه. أيه صحيح أيه فعلا نقص لاعبين. هو عموما النهائيات دائما يعني النهائي قبل النهائي اغلب اللاعبين يعني تشاركهم من 6 إلى 7 لاعبين ما تزيد عن الحد هذا، وقدر ان للامانه المدرب انه ياخذ المباراه. هذه مباريات الكوس. شكرا لضيوفي الكرام.
نعيد مباركة إلى نادي كاظمة تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد لملاقاة القادسية يوم الثلاثاء القادم إذا ما حصل تغيير بعد مناشدة جماهير نادي القادسية ومناشدة كذلك الكابتن فيصل بورسلي بتغيير وقت المباراة. مبدئيا المباراة الساعة 9 مساء راح تكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين نادي الكويت ونادي القرين. كل التوفيق لجميع الأندية وإن شاء الله نشوف نهائي يليق باسم الفريقين. استودعكم، أشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة.